مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من مساء الخير امريكا. النهارده عاملين عاملين حلقه احتفاليه، فرحانين بانتخاب الرئيس ترامب. It sounds good. الرئيس ترامب الجديد. حلو. ومعايا ضيوف اعزاء عليا وعليكم. نبدا بالاستاذ اديب. مساء الخير استاذ اديب. مساء الخير. ونقول مبروك. مبروك ده الف مليون مبروك. مليون مبروك. ومعانا الاستاذ رافض صليب. مساء الخير استاذ رافض. اهلا يا استاذ نبيل، ازيك؟ وشاكر جدا رغم ان انت يعني النهارده تعبان، بقالك يومين تعبان تقريبا. شرف لي. لكن برضه قررت انك تيجي وتشارك معانا في الفرحه دي. ده شرف لي. وبرضه نقول مبروك. ده 3000 مبروك. 3000. وطبعا معانا الاستاذ مجدي سليمان، غني عن التعريف. مساء الخير يا استاذ مجدي. اهلا. مساء الخير. واشكرك ان انت جيت رغم ان انت مش عيان. مساء الخير لكم. اهلا. طبعا اللي حصل يوم الثلاث بالليل ده كان حاجه غير عاديه، غير عاديه فوق الخيال. اللي انتوا عايزين تقولوا معجزه. مش عارف اوصف الليله دي ازاي. الليله بدات زي ما انتم عارفين ان احنا كل واحد قاعد قدام التي في بعد الساعه 5 او 6 بعد ما خلصنا شغلنا، قاعدين قدام التي في وعمالين بنتفرج على ولايه ورا ولايه. الولايه دي راحت هنا والولايه دي جت هنا، ولغايه الساعه 8 9 10 محدش عارف. المواضيع مش واضحه. بالمناسبه احنا داخلين، معظمنا داخل، بالنسبه لي الساعة 5 6 قاعد عارف ان كلينتون هتكسب. لان بقالنا 6 شهور عمالين يقولوا لنا هتكسب 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 هتكسب، واستطلاعات الراي بتقول هتكسب، والدنيا كلها بتقول هتكسب، وبتوع رابعه بيقولوا هتكسب، والدنيا يعني كل الدنيا عماله بتقول لنا هتكسب. فالواحد قاعد بصراحه يعني تقضيه واجب، يعني الواحد كان قاعد يقضي الليل عشان يشوف هيجي يتكلم الكلمتين بتوع يوم الجمعة دول في مساء الخير أمريكا، يبقى عارف إيه اللي حصل، ما يبقاش ما عندوش فكرة على اللي حصل. على الساعة 8 9 بدأ في حاجة تحصل، في أمل بدأ يظهر كده إنه في رقمه بقى شوية أكتر منها. يعني هي مثلا 121 هو 140 150. الواحد أحد لا مش ممكن ده. الواحد أنا كنت فاكر طول الوقت إن هي هتبقى هي 260 وهو فرق شاسع 20 30 40 مش عارف. لكن بصينا لقينا وبعدين بصينا لقينا حاجة ثانية. محطات التلفزيون بدأت النغمة بتاعتهم، يعني كل اللي موجودين الضيوف والمذيعين النغمة بتاعتهم بدأت يبقى فيها تغيير، فيها خوف شوية، فيها انه اللي مش المفروض يحصل بانه هيحصل. فكلنا بنراقب الموقف كده، والواحد قاعد بقى بدا يبقى على اعصابه. يعني مش لان الواحد كان الاول اوكي هيخسر هيخلص خلاص خلصونا ابو نخلص من الليله لكن لما بدا الامل يظهر وبدا تحس انه ممكن يكسب، الواحد اعصابه تتشد، الواحد حتى جسمه بدا يقشعر دلوقتي من نفس الموقف اللي كنا فيه. وبعدين قعد برضه يكسب ولايات ومش ولايات وبتاعه، بدا وصلنا لغايه 272 254 255 راحت واقفه على كده. وقفت على كده ساعه ونص ساعتين، وعندنا ثلاث اربع ولايات، اي ولايه فيهم لو كسبها هيكسب. عندنا بنسلفانيا كانت ب 20، فلوريدا ويسكونسن كانت 16 باين. فلوريدا كانت كسبت وقاعدين بقى على 254 دول. ما هي واذا كل دول راحوا يبقى هيوقف على 254 بالظبط. فالواحد اعصابه بصراحه كانت يعني بدات تشد شويه، ومحدش عايز يقول حاجه، رغم ان الحديث منهم لما بتتفرج على سي ان ان مثلا، الحديث منهم وبين الناس قدامه بداوا يتكلموا على اسباب ان كلينتون ممكن ما تكسبش. ده في الاخر خالص، هو في الساعتين دول اعتقد ان هم كانوا حاسين ان هو هيكسب، بس بيتهيألي داخليا مش يعني مخهم مش قادر يستوعب ان هو هيكسب.
وقلبهم مش متوحى ان هم تعرف قعدنا ساعتين ساعتين وشويه ما حدش عايز يعلن. يس يس. يعني بنسلفانيا كانت كل الارقام بتاعتها بتقول ان هو متقدم 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 وكانت 98% اوريدي. الحاجه الغريبه ان اللي كان ملحوظ طبعا ما يعني انا ما كنتش بشوف قناه واحده. انا شفت اربع خمس قنوات بس اللي لاحظته ان سي ان ان كان دايما متاخره في اعلان الرقم الصحيح. يعني تعرف مثلا ان هو وصل في قناه من القنوات مثلا 107 او 116 هم لسه بيتكلموا على حاجه و90. ايوه بس يعملوا الجاب قليله جدا. الملحوظه دي كانت بخليها الواحد بيفقد الثقه في بعض القنوات اللي كانت ماشيه بالطريقه دي وهي قناه واحده يمكن اللي هي يعني او اكبر قناه اللي هي سي ان ان. فوكس اللي كانت ماشيه كويس. فوكس كانت ماشيه كويس وبطريقه يعني رغم ان احنا عارفين طبعا ان فوكس يعني ممكن تكون مثلا منحازه اكتر يمكن انما كانت في اللحظات اللي بيبقى فيها ارقام جديده لهيلاري كانت بتعلنها فورا وما كانتش بتضيف حاجه يعني تعدل كفه عن كفه يعني في الاحاديث والتحليلات ما كانوش بيضيفوا حاجه عكس سي ان ان كانت بتعمل هذا التحليل اللي هو يدي لك احساس ان احنا لسه في الاول ده كل ده في الاول احنا لسه عندنا في لسه المجال فيه. ده أيوة. كل ده يعني في ولايات وفي حاجات تانية ومنتظر بقى اللي حيحصل يا استاذ بنتي ده بنسلفانيا كانوا 98% عندهم ويقول لك لا ال 2% دول اصلهم في الحته الزرقاء دي في الحته الزرقاء دي اصل كل الاعداد الرهيبه الديمقراطيين عايشين هناك وهي دي بقى اللي ايه هتقلب وعمال بقى يحسب لك الاعداد واوباما خد فيها كام ورمني خد فيها كام فبيديك انطباع ان الارقام اللي ظاهره دلوقتي ما لا تعني شيء لا تعني شيء ايوه فانت لسه قدامك كتير وان ال 2% دي هي اللي هتقلب الدنيا كلها وبتحس بالتحيز او الخوف من الحقيقه اللي هي اصبحت واضحه يعني كل ده كمان بيخلينا يعني بيخلي المشاهد بيتفرج كمان الان كمان من القناه اللي هي جايبه ان هو قرب ما هو برضه لما تلاقي خمسه سته خايفين يقولوها او ما قالوهاش واحده بتقول بيخليك برضه ما عندكش ثقه قوي ان اللي بيقولوه ده ممكن يكون صح يمكن مش معقول خمسه صح او خمسه رونج واحد بس اللي صح بس اتضح ان هو كان كده يعني المهم الوقت ده كان عصيب جدا الواحد كان فعلا قاعد اعتقد ميرفت مالك كانت قاعده جنبي ومايكل ابني وقالت لا انا مش مستحمله بقى انا كده ايه انا ادخل انام لاني مش كان الوقت كان اتاخر بدانا الساعه كام بقينا حوالي 11:30 حاجه زي كده وتش كمان بالمناسبه دي كانت 2:30 في الايست وواحدة ونص و12 ونص في حته تانية فورق الوقت اتاخر وفي قلق ومحدش كده في فتره من السسبنس محدش عارف بالظبط ايه اللي بيحصل لكلي انا جالي على التليفون ان الاي بي اللي هي الاسوسييتد بريس قالت ان هو كسب بنسلفانيا فقلت طب كويس المحطات الكبيره لان المحطات الكبيره بتاخد الاسوسييتد بريس دي اكبر قناه على او بيسموها ايه وكاله هي بياخدوا كله بياخد منها كله بياخد منها فلما قالت انباء ولها مراسلين في كل بالظبط فلما قالت ان هو خد بنسلفانيا معناه انه 20 على 254 اللي عنده يبقى 274 يبقى تحت يعني طب نستنى سي ان ان مش عايزه تتكلم كلهم مش عايزين حتى الفاكس كانت لسه برضو مش وبعدين راحوا للراجل بتاع اللي حصل لورا ده وقال لهم لسه عشان مش عارف ايه مش عارف ايه وحتى انا بعت لاصحابي بصراحه قلت لهم ترامب وين انا يعني ما استحملتش بصراحه قلت ترامب وين رغم ما كانوش لسه عملوا وبعدين راحوا حوريكم بقى ادوني فيديو نمبر 1 لان فيديو نمبر 1 بيوريك الحاله في السي ان ان وهم مش مصدقين حتى ان بنسلفانيا راحت مش مصدقين تعال نتفرج على فيديو نمبر 1 You can't underestimate the importance of this call, this projection by the Associated Press here calling Pennsylvania for Donald Trump. 20 electoral votes now moving into Donald Trump's column. Steve Yacino, Bloomberg Politics, give us the latest. Megan said it. There's just no path forward for Hillary Clinton. That's 20 electoral votes from Pennsylvania, gets Trump to 264. He's six away from 270. That's all he would need. And he's still got Arizona. 11 electoral votes in Arizona. He's ahead there by 4 points. It's been about 4-point lead all night. That state's not all in yet. We'll be watching it closely. But this is a state that's probably going to go to Donald Trump. And he's still close in Wisconsin. He's still close in New Hampshire. Pennsylvania,
this really just wiped away Clinton's chances. زي ما شايفين هم يعني برضو حتى خايفين يحطوا رقم العشرين يعني حتى شوف يعني التحيز درجة قد ايه. طبعا هم اول ما قالوها الموضوع انتهى بقى خلاص لانه كسب وكسب بزيادة. فتحس قد ايه الميديا ساعات كان في كمان تردد في المعلومات او المعلومات مشهور قوي يس. في بعض القنوات كانت تحط رقم وبعدين تراجعه تاني هاي بس صح بس لا في تعديل في الرقم يعني بيبقى مثلا ترامب جاله فوتس اكتر فيحطوها وبعدين يرجعوا وبعدين لما يتاكدوا حاطينها تاني يعني زي ما يكون بيسمعوا لاول مره وبعدين بيتاكدوا منها يحطوها تاني بالظبط. فكانت ليله بصراحه يعني انتهت طبعا الواحد زقطت وفرح و ايه ما فيش شك صحيت مراتي بعد كده قلت لها استحي ده بالظبط الانتخابات السنه دي كانت غير عاديه يس يعني ما هياش يعني زي انتخابات قبل كده او ما هياش ملهاش مثيل قبل كده حصل بالطريقه دي وبالمنظر ده. بيتهيألي اكتر رقم اتشهر في العالم ال 207 اه الدنيا كلها لا بس هو بعد كده عدى 300 مش الفكره كله يعني مركز يعني اكتر فتره عليها اكتر يعني رقم اتشهر من قبليه حاجات اللي هينجح لازم ياخد 270 اللي هينجح لازم ياخد 270 بيتهيألي ده كان اكبر رقم ده عامل زي البلاك جاك 21 بالظبط. انا يهيأ لي استاذ اديب انا يهيأ لي ايه بقى اللي حصل معاك في الليله دي؟ انا قلت لكم اللي حصل معايا بصراحه والابس والداون بتاعتها وازاي انتهت الحمد لله بده. لا بس انا قبل ما يعني عايز ارد على انه هم عطلوا الولايتين دول انا يهيأ ده انا رايي انا عطلوهم يعني انتشنلي ما تقولوش دلوقتي لان هي هيلاري كلينتون كانت منهاره فكانت لازم تطلع وتقول الكونسيشن سبيتش صح هي مش قادره وانا قريت تقارير ان هي كانت بتقول لك يعني انهمرت في كانت بتعيط بطريقه كراين بطريقه جامده فلو هم طلعوا العدد وهي خلاص يبقى لازم هي تطلع تقول كونسيشن سبيتش قبل هو عشان كده لو تفتكر انه نزل مدير الحمله بتاعتها اسمه ايه جان باتيستا نزل هو واحنا قاعدين مستني الحكايه وترامب ما يقدرش ينزل الا لما هي تعمل كونسيشن الاول تمام فنزل هو وقال تمارا يعني شكرين وروحهم وبدا العياط وبدا المناظر اللي احنا شفناها وهي عملت الكونسيشن الصبح لان ما كانتش قادره تعملها بالليل فعشان يعني يدولها وقت اكثر سيف فيث ليها فقالوا ما تطلعوش النتيجه تعبت الطول ده رايي انا ده اللي حصل ولا انما ميكس يعني صح انما رايي انا بقى ايه بقى اللي حصل معاك في الليله دي؟ على فكره احنا فاتحين التليفونات لاي حد ممكن يتصل بينا ويدينا شعوره ويدينا الكومنت بتاعته على اللي حصل في الليله دي. اولا انا كنت عارف وعندي بيس جامد جدا ان هو هينجح. انا لازم اقول حاجه بصراحه يعني تعرفين في الحلقه اللي قبل اللي فاتت انا سالت الاستاذ اديب مين اللي هيكسب وهو قال انه ترامب وانا قلت له احنا انا مش متاكد بس على فكره في كل الحلقات اللي احنا عملناها كان مصمم ان ترامب هيكسب ما اعرفش عارف ازاي بس اي هاف تو جيف يو ذا كريديت يعني في لا جابها من كنترول يظهر كده لا هو شوف زي ما انا قلت لك في حلقه من الحلقات يعني ربنا ليه قصد ان يتحط ترامب ان هو يتحط و16 واحد معاه كلهم مور كواليفايد ذان هيم وكلهم عندهم اكسبيرينس وكلهم يمشوا يعني ازاي حصل ده كله؟ ما ربنا ليه تخطيط؟ الحمد لله انت شفت الموضوع ده ايوه فانا كنت اي بليف انه ما هو ربنا مش هيخليه ينجح من ناحيه الديمقراط كلهم وياخد النومينيشن وبعدين يجي هنا دي معجزه بكل المقاييس كل عملت ايه الليله دي؟ عرفني فازاي ربنا يعني اولا صلاه 2000 كنيسه في امريكا وكل كنائس مصر كانت بتصلي انا اوقات كنت يعني سوري في الكلمه ان يعني بتخانق مع ربنا ازاي انت تسمح انه تيجي هيلاري كلينتون تاخد يعني وتخلي امريكا دهيا ما تبقاش ابدا ما فيش اي مورال في امريكا بعد كده مش هيبقى في مورال بالظبط اسم ربنا ده هيتشال من كل حته في امريكا صح فانت ما تسمحش بكده وفي 2000 كنيسه وانت قلت انه لو اثنين او ثلاثه اتفقوا على اي شيء باسمي هيجاب لهم طب ده في ملايين صح. بلاش ملايين مئات الالوف ده انت لما ابراهيم كان انت بتقوله على سدوم وعموره وقال لك يا رب هتحرقها ازاي طب لو في 50
لو في 40 لو في 30 لغايه وصلوا لخمسه. فلو خمسه كنت مش هتحرقهم سدوم معموره، واحنا هنا في ملايين. يعني كنت عندي ثقه تمام، عندي ثقه تمام انه ترامب هو اللي هينجح. بنتي جت بتقول لي انا هاجي قبلها بيوم، انا هاجي بكره بالليل عشان اقعد معاك عشان انا عارفه كلينتون انت مش قادر تجهز نفسك ان هي كلينتون اللي هتكسب. اه لحسن يحصل لك صدمه ولا صحيح اه فكانت وجاي عايز تيجي من الفعل. قلت له انت ايه تعمل ايه؟ طب حصلت بقى قعدت جنبك وقعدت لا هي ما ايه اللي حصل بقى؟ قلت له ما تجيش. طب ايه اللي حصل ليه؟ انا عايز اشوف شعورك في الليله دي. ما اعرفش انا كان عندي بيس بس بقى يعني كان عندي بقى بعد ما ظهرت النتيجه كان يعني لو كسبت مليون دولار ما كانوش خلوني سعيد بالطريقه دي. طب ما تجيب المليون دولار وخليك ما تسعدهمش. ما هنسعدك اكثر من كده. ما رفضتهم يجوا يا استاذ اديب. هنسعدك اكثر من كده. اسمعني، هنخليه يكسب وهنخلي مراته تكسب واولاده يكسبوا بدل فيها مليون دولار. لا هو انا كل اللي يهمني كان انه السوبريم كورت الابوينت بتاع السوبريم كورت. من غير الابوينت بتاع السوبريم لو هيلاري كلينتون جت وحطت ليبرال سوبريم كورت امريكا دي كان خلاص ما يبقاش فيها اي مورال، ما يبقاش فيها مورال نهائي لا في المدارس وكان ولادنا. يعني انت كنت متاكد ان هو هيكسب؟ ايوه كان عندي تاكيد. استاذ رافض انت قضيت الليله دي زي ان انا عارف حاجات يعني انت لا هي كانت بصراحه يعني ليله صعبه من الليالي الصعبه الواحد عاشها في امريكا. ودي فكرتني بالليله اللي عشناها بتاعت محمد مرسي والفريق احمد شفيق. كانت نفس السيناريو قعدت اترجمهم الاثنين كده. انت هنا على اعصابك وهنا على اعصابك. طبعا انا كنت احد المؤيدين لترامب لاسباب يمكن نتكلم فيها بعدين، لكن ما كانش عندي يعني عندي من جوايا ما كنتش حاسس انه هيكسب، لان هي كان وراها الاعلام كله وراها. طبعا نمره اتنين اول مره نشوف رئيس جمهوريه اللي هو اوباما ينزل حمله انتخابيه معاها ويخش مجمع انتخابي ويقف يتكلم ويحكي مع الناس. ده فريق نازل في كل وجاي ممثلين وممثلات ومغنيين وبيل جوزها ايوه وكل الديمقراطيين، بس اول مره نشوف رئيس جمهوريه ينزل ويعمل حمله. هو ممكن يقف يدعم الحزب بتاعه لكن يكون يقف وراها فبيدوها باور. وطبعا خد بالك من الخلفيه اللي عندها في الخبره كسيناتور وكسكرتيره في يعني وزاره الخارجيه ولا اخره وعيشها في الولايات الابيض 8 سنين فادها يعني باور جامد. ففعلا كانت الواحد قاعد على اعصابه لحد جت الساعه 11 ونص. وانت على فكره بعت لي تاكس قلت لي ترامب كسب قلت لك استنى شويه. لا انا ما قدمتش. فلقينا العمليه ابتدت تحس ان هو ابتدى يعني ايه الاصوات ابتدت تتجمع وابتدى الوضع يختلف 254 274 خلاص خلصت العمليه. فدي كانت فعلا يوم تاريخي في حياتنا. وطبعا زي ما قلنا ربنا عمل حاجتين كويسين جدا في الفتره الاخيره ديت ان هو شال الاخوان في 30/6 وشال هيلاري في 8/11. فيعني ديت كانت حاجه كويسه والواحد يتمنى بان هو يكون ربنا يوفقه لان طبعا المسؤوليه كبيره. وده اثبت حاجه للشعب الامريكي او اثبت حاجه للعالم كله ان الشعب الامريكي ممكن يعني مين كان يتخيل ان واحد جاي بيزنس مان لا علاقه له بالسياسه ولا عمره اتكلم في السياسه زيه زي ريغان وزي زي اوباما. هو يعني ريغان كان محافظ فيعني كان عنده خبره اكتر يعني يعني بس انا عايز اقول يعني ده اصعب كتير من ريغان كان قاعد محافظ لكاليفورنيا هنا مده فتعود على انه يبقى يعني شويه. لكن ده غريبه بصراحه بس ده يوريك حاجه ان الشعب الامريكي كلمه السياسه الخارجيه والكلام ده مش فارقه معاه. انا كواحد امريكاني النهارده هنا عايش تيجي تسالني السياسه الخارجيه فارقه معايا في ايه؟ انت لا هتحارب ولا هتعمل، كل اللي يهمني هاو ماتش ماني كامينج ان ماي باكت. وده اللي اتضح النهارده ان الامريكان كلهم بما فيه ان هو طلع لوش في المكسيكان ولوش في المسلمين ولوش في البيض ولوش في الفيترن ما سابش حد. يعني هو اول اسبوع لو ما كانش يعني وده دليل المظاهرات دلوقتي لو ما كانش بدا اول اسبوع ده خبط التخبيط ان هو ما كانش متخيل انه هيكمل. هو كان داخل شو اعلامي كبزنس مان ملياردير يعمل له خبطات كده ياخد بقى شويه شهره وخلاص، لكن لقى في الاخر ذا اند اوف ذا داي العمليه مشيت معاه. لكن ده اثبت ان الشعب الامريكي مش فارق معاه حاجه سياسه خارجيه او ذكاء، هو فارق معاه الاقتصاد هاو ماتش موني ام جونا ميك اوباما كير كل الحاجات اللي قاعد يتكلم عليها. كول استاذ مجدي ايه اللي حصل معاك في الليله دي؟ اللي حصل اتفرجت على عايز تقول ايه الاحساس او الاحاسيس والمشاعر اللي انتابت الواحد اثناء هذا الحدث الكبير يعني. ايوه هو الحقيقه في بدايه او قبل الانتخابات كان في مشاعر الحقيقه تعاطف مع هذا الرجل.
يعني انا شخصيا كنت متعاطف معاه لان انا كنت شايف ان مفيش حد مش ضده حتى الجمهوريين يعني حزبه منقسم وفي جزء كبير ضده كل وسائل الاعلام المسموعه والمرئيه ضده جميع استطلاعات الراي ضده فانت النهارده طب الراجل ده يعني ليه عشان ايه وبعدين هو لو بيطلع يتكلم ما بتحسش ان هو مثلا شرير هو راجل بيتكلم بطريقه طبيعيه او من قلبه فما بيمثلش او مش سياسي هو حتى اول مره اتكلم قال لك انا ماليش سياسه او مش هتكلم بالطريقه الدبلوماسيه انا هقول اللي جوايا فانا كنت متعاطف معاه في بدايه لما ابتدت الانتخابات وشفت التسلسل بتاع الريكوردز اللي بتنزل بقى وبتابع قنوات كتير من هنا ومن هنا ابتديت افهم فعلا مع ان انا شفت ان هو بيبتدي يكسب في ولايات كتير وابتدت الفروقات تكبر هنا حسيت بفرحه فعلا كبيره وسعاده يعني جامده جدا لسبب انا قلت فعلا هو ده اللي بينتج عن رغبه المواطن الامريكي الفعليه بصرف النظر بقى عن وسائل الاعلام بتوع استطلاعات الراي في حاجات كتير اتعملت ولكن في الاخر ما صحش غير الصحيح اللي الامريكان عايزينه وعايزين مصلحه بلدهم هو اللي حصل كان في ناس متوقعه كده ازاي والفلوس وطبعا كل ده بياكد لك ايه ان وسائل الاعلام دي كلها كانت موجهه وان استطلاعات الراي دي ما كانتش حقيقيه كان فيها شيء من عدم الحقيقه فانت لما تلاقي كل الناس دي واتصرفت مليارات علشان ينجحوا شخص معين ويسقطوا شخص تاني طبعا مع الحرب المتبادله بقى ويمسكوا له على الكلمه هو يعني انا بعتقد ان لو ما كانش هيلاري اللي موجوده في المنافسه لي يعني كان خسر كان ممكن المواضيع تبقى مختلفه ولكن في وجود هيلاري ومع بساطته وشخصيته الطبيعيه وصل لقلب المواطن الامريكي البسيط اللي ملوش دعوه بقى بسياسه داخليه او خارجيه جميل. هو اتكلم على الحلم الامريكي بالظبط والاقتصاد فده طبعا لقى قبول عند الشخص العادي اللي بيخش في تفاصيل معقده ومشوب ملوش مصلحه غير مصلحه امريكا هناخد ثلاث مكالمات وبعدين نرجع لانه احنا عايزين نصل الجمهور يبقى معانا شويه في الموضوع ده ونشوف شعوره معانا نبيل تدرس مساء الخير استاذ نبيل الو طب علي صوتك لان ايوه الصوت واطي جدا طب ناخد تاني لو سمحت استاذ نبيل تدرس تتصل بينا تاني وممكن توطي التي في يمكن بتهيألي متلخبط بين التي في وبين التليفون معانا ايهاب خليل مساء الخير يا استاذ ايهاب الو استاذ ايهاب حاجه في السيستم هنا ولا ايه الو لا في حاجه عندنا ولا احنا عشان طولنا شويه ممكن طب ناخد الاخت دولت مساء الخير يا اخت دولت على انا استاذ نبيل ازيك انت السيستم شغال انت دايما جاهزه انت اتفضلي ايوه اتفضلي ازيك يا استاذ نبيل وازي المجموعه اللي معاك كلكم الف الف مبروك لترامب يا استاذ نبيل الف مبروك لينا كلنا الف مبروك لكل الامريكان بس اللي مش عايزينه دول طز فيهم لكن اللي عايزين ترامب الف مبروك ليهم تصدق انا عايز احكي لك انا اليوم ده قعدت لغايه 12 بالليل مع سي ان ان واعصابي تعب التعب لكن هو اخذ كمان اوسكار ولينا يا استاذ نبيل ايوه اخذ انا لما اخذ بنسلفانيا ونوسكار ولينا انا قلت ترامب هو اللي هيكسب الحمد لله هي كان بعيد عنها ابدا ابدا لما هي وصلت 215 وهو 264 ولا 65 انا قلت هي هتطلع فضلت تطلع لغايه ما وصلت 294 96 هو اللي طلع فانا قلت ترامب هو اللي هيكسب بس بص يا استاذ نبيل نعم. يعني في واحد في مسلسل كرتون بتاع سيمسون كان بيقول ان هم كانوا بيتوقعوا من زمان ترامب ده هيبقى رئيس امريكا هل المقوله دي صح؟ وطلعت صح صح اه وبعدين مش حاضر اكدبها دلوقتي
في واحده عرفها على اليوتيوب بتقول ايه، بتتوقع انه ان ترامب ده هيقتلوه ومش هيشوف البيت الابيض. اهي دي غمتني النهارده لما قريتها على اليوتيوب، قلت لها انت تغمي بشكل نفس العفش ده انت تغمي. بعدين اللي فرحني جايبين كلينتون بتقول ايه، بتعلق على فوز ترامب وبتقول قاعده تبكي وتقول بكاء كان مؤثر بفوز ترامب، وده هيظل معايا وقت طويل بألم وخيبة أمل لن أنساها لمدة طويلة. وبعدين هي ونازلة من المنصة عمالة تعيط تعيط، حتى حكيتها منديل تمسح دموعها، عمال تعمل بإيدها كده وتستخبى في واحد يكون واقف تداري وشها تحت عشان تمسح دموعها بإيدها، وكان معاها هما عبدين وكانوا عمال يعيطوا، والناس اللي بيودعوها كلهم حتى الأمن كان واقف بيحرسها، كان عمال تخبى فيه من دموعها، تخبي دموعها فيه. ألف مبروك، معلش أنا هضطر أخد المكالمات الثانية، بس أقول لك ألف مبروك وألف مبروك على وشكرا على مشاركتك دائما معنا في البرنامج. ناخد الأستاذ إيهاب خليل. مساء الخير يا أستاذ إيهاب. الو الو مساء الخير. الو مساء الخير ايهاب. معاكم ايهاب تدرس من فيرجينيا. اهلا بيك. ازيك يا استاذ ايهاب؟ اهلا بحضرتك يا استاذ نبيل. تحيه خاصه ليكم جميعا، بس انا النهارده يعني بحب اخص بالشكر والتحيه حضرتك الباشمهندس نبيل والاستاذ اديب على مجهودكم الرائع خلال الكامبين كله، لان انتوا كنتوا بتعملوا تغطيه للكامبين زي اي قناه تاني، يمكن افضل كمان. ودي حاجة جميلة، لأنه المفروض أن الجارية القبطية أو الأقباط يدينوا بالشكر للقناة، لقناة لوس وليكو بالذات، لأن أنتوا كنتوا بتعملوا توعية قوية جدا لكل من هو ما عندوش أكسس، لكل من هو ما يقدرش يتكلم إنجليش، لكل اللي مش فاهم، لكل من هو يعني مش قادر يتواصل مع السياسة الأمريكية. فيعني فعلا مجهودكم كان رائع، ربنا عوضكم. شكرك شكرك. دي حاجه. الحاجه الثانيه انه فعلا عظم الرب الصنيع معنا، فصرنا فرحين النهارده، يعني مش النهارده يعني لما كسب ترامب. هو فعلا انا كنت حاسس من جوايا انه فعلا لا يصح الا الصحيح، ان هو ما ينفعش ان في حد يبقى كورابت بهذا القدر داخليا وخارجيا، وبيضحك على الناس وبيخدع الناس وبيضلل الرأي العام وبيستغل. How naive is the American people? How naive the new graduates? How naive the college kids ان هم بيضحكوا عليهم بالميديا الموجهة، اللي زي ما الأستاذ مجدي لسه كان بيقول الميديا دي كلها موجهة، بيخدعوا بيها الشباب اللي لسه في الجامعة. والشباب دول بيمثلوا نسبة كبيرة، بالرغم ان هم كانوا عمالين يقولوا ان هي ما عندهاش كونكشن مع الشباب، ما عندهاش ايموشنال كونكت مع الناس دي تقدر تقنعهم باكتر. لكن هي حقطع شوية المكالمات عشان عندنا عدد كبير جدا جدا من الناس عايزين يتصلوا. بشكرك على شعورك وعلى تعليقاتك وعلى شكرك، وربنا يباركك. ايضا معايا الاستاذ نبيل خليل. مساء الخير. الو اهلا، ازيك يا استاذ نبيل؟ ده الدكتور نبيل خليل. ازيك يا دكتور؟ ازيك انت وازاي اللي معاك؟ الحمد لله كل معايا كويسين. انت فاكر انا اي نيفر داوتد ان ترامب هو هيكسب. انت برضه قلت ده. طب استنى نعلن الموضوع ده، ان الدكتور نبيل خليل برضه قال ان هو دايما هيكسب. نو هي اكشلي ديد، هو فعلا قال لي مده طويله ان هو هيكسب. يبدو ان انا الوحيد اللي ما كنتش عارف ان هو هيكسب. سببين رئيسيين. اول سبب الشعب الامريكاني فيض اب بالفساد والهاند اوت. بالظبط. الفساد المستشري في امريكا كان هيدمر امريكا لو كانت هيلاري جت. الشعب الامريكي لا، قال لا كفايه فساد، وي هاف تو جيت ريد اوف ذا فساد. جود. والهاند اوت كانت كمان هاند اوت بكميه مش معقوله لاي حد. وي هاف تو ستوب ذس. انت عارف يا دكتور، انت عارف اقول لك على حاجه يا دكتور نبيل، انت عارف ان في 130 واحد بيشتغلوا وفي 106 بياخدوا ويلفير، 130 مليون بيشتغلوا وفي 106 مليون بياخدوا ويلفير. ازاي البلد تتقدم بكده؟ بالظبط بالظبط. هم كنا الديمقراطيه. وبعدين في حاجه كمان عايزك تفتكرها في الفيكتوري سبيتش بتاع ترامب، اول مره اسمع رئيس منتخب بيقول اي لاف ذيس كانتري. ده شرو. اشكرك يا دكتور، واشكرك على دايما الاخبار الحلوه بتاعتك يعني.
ثانك يو هنطرح اسئله ثانيه عن ضيوفنا وبعدين ناخد مكالمات ثانيه فنعمل توازن شويه في المكالمات وضيوفنا. استاذ مجدي تفتكر ليه كسب؟ يعني برغم كل الدعايه اللي اتقالت وكل الارقام اللي مستطلعات الراي اللي يوميا كانوا بيسموا بدلنا بيهم يعني ان هو هيكسب هو هيكسب والحته دي وفي ومع الشباب هتكسب ومع العواجيز هتكسب ومع السود هتكسب يعني كانوا بيفصصوها حته حته وكان دايما في النهايه ان هي اللي هتكسب. ايه بقى اللي خلاها او في رايك ايه اللي خلى ترامب اكشلي هو يعني في اكتر من سبب، في اسباب راجع ليه هو شخصيا وفي اسباب راجع لكلينتون. بالنسبه للاسباب اللي راجع ليه هو البساطه بتاعته في خطابه دي كانت عامل مؤثر كبير لان هو كان بيتكلم بطريقه طبيعيه وقدر بالطريقه الطبيعيه ديت ان هو يوصل لقلب فعلا المواطن الامريكي اللي عايز مصلحه بلده. ودي يمكن اهم حاجه. زائد ان هو بيعترف بيقول انا مانيش سياسي وما بعرفش اتكلم بالطريقه السياسيه او يعني بما معناه ان هو مش هيلف ويدور يعني. واللي في القلب على لسانه طريقته يعني حتى في التعامل مع بعض يعني انا كنت مثلا اتوقع ان ممكن حد يقول له ما تتكلمش على الحته دي عشان بس ما تسيرش الناس او خلي بالك من النقطه دي. لا هو كان متبع طريقه ان اللي جواه بيطلعه بطريقه بسيطه جدا رغم انها ممكن اثرت على عليه على موقفه قدام الناخبين او وسائل الاعلام ومراكز استطلاع الراي استغلت بعض الاخطاء اللي كان بيقولها او الطريقه اللي كان بيتكلم بيها وكانت بتستخدمها ضده. ولكن الحقيقه هي ما جابتش غير نتيجه عكسيه، هي جت لمصلحته لانها كان جواها حقائق بس الحقائق الصادمه. يعني هو لما كان بيتكلم على ايميلز كانت في ايميلز فعلا اللي هي الرسائل الالكترونيه اللي كانت موجوده عندنا. لما بيتكلم على بعض المسؤوليه عن ما حدث في العالم نتيجه لسوء الاداره الامريكيه في التعامل مع السياسه الخارجيه وخصوصا في الشرق الاوسط والفوضى اللي حصلت في منطقه الشرق الاوسط، موضوع الربيع العربي وغيره 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 والبلاد اللي انهارت الخراب والخراب اللي حصل ده كله هي كان لها ايد. و يعني جت بعد يعني اوباما لغايه هذه اللحظه او لغايه قبل الانتخابات بشويه برضه كان سلبي، هو ده اقصى حاجه كان ممكن يعملها انه يبقى سلبي او ان هو بيبقى مع الطرف اللي هو بيؤدي لخراب هذه المنطقه وفوضى المنطقه دي. فدي الاسباب اللي اتجمعت مع بعضها وخلت المواطن الامريكي يشعر ان هو محتاج تغيير ومحتاج ان هو يبص لقدام. هو طبعا ركز على يعني جزئية مهمة جدا تهم المواطن الامريكي وهو الاقتصاد. اقتصاد الميزان التجاري الامريكي منهار او ابتدى يبقى سلبي من 1989 فلغاية النهاردة تعاقب الادارات ديت ما عملتش حاجة. لما هو يجي يتكلم بقى على الاقتصاد وانه هيرجع امريكا تبقى قوية اقتصادية وهيلغي كمان معادات كتير حاجات كتير يعني حاجات كتير ممكن تكون مكلفة او بترهق الاقتصاد الامريكي وبتخليه مديون في حين ان هو اكبر اقتصاد على وجه الارض. فدي موضوع غريب، لازم يكون في حاجه غلط في المنظومه. فهو عاوز يصلح المنظومه دي. انا بقى لما الناس تبص له بطريقه بقى ده راجل اعمال، راجل اعمال ناجح ابتدى، ممكن يكون والده مثلا الهيستوري بتاع ان والده هو اللي ابتدى بس ده راجل اعمال ناجح النهارده وله اسم كبير جدا. كون ان هو مش سياسي ده ما يمنعش ان هو عنده خبره في اداره، يعني رجل الاعمال ده بيدير مؤسسات والمؤسسات هي جزء مصغر شبيه بالدوله. بالظبط. فعنده القدره ان يقدر يدير دوله، ده الفكر بتاع رجال الاعمال او الفكر بتاع البيزنس، ان هو لما يكون راجل عنده خبره في الحياه وفي البيزنس وفي الاقتصاد وعارف المكسب والخساره والكلام ده لما يبني قراراته على هذا الاساس ده يجي في مصلحه المواطن الامريكي. صح. استاذ رافت ايه رايك او في رايك ايه سبب انتصار ترامب؟ انا شايف ان الشعب الامريكي على مدى ال 40 سنه اللي فاتت زهق انه يجيب رئيس من جوه المطبخ. صح. فزهق بقى من اعضاء الكونجرس على اعضاء ده على اعضاء ده بدليل ان احنا في لاست
ثلاث اربع انتخابات. يعني الواحد بيتخيل هل امريكا الجبروت بتاع العالم كله بالكونجرس بتاعها بالسيناتور بتاعها بده مش قادر يجيب غير الاثنين دول؟ يعني هل الحزب الديمقراطي ما عندوش حد تاني غير هيلاري كلينتون؟ هل الحزب الجمهوري ما عندوش حد يطلعه وقفه قدام ترامب؟ ده يوريك ان السياسه الامريكيه ابتدت تضعف وابتدت تحس ان هي هشه من جوه، بس هو الاسم العالمي من بره والهيكل الكبير من بره امريكا، لكن لما تيجي تبص على الديتيلز من جوه، لكن هو الشعب لاحظ كده زي ما بتقول يا ما الشعب قال لك خلاص انا زهقت بقى من الكوربشن جوه، من كل يا واحده كان عندها جوزها بيعمل ايه وده هو كان بيعمل ايه وده بيعمل ايه وده، وعن هم طلعوا له 7 8 من الفلوس اللي جايه من السعوديه والكام من قطر. طبعا شايفين السي ان ان كانت موجهه ازاي من ال 100 مليون اللي جم من السعوديه وال 80 مليون اللي جم من قطر، وكان بيوجهوا الاعلام ازاي وبيوجهوا الجرايد ازاي، وكانت حاجه عمليه كانت باينه قوي. الشعب حس ان العالم كله ضد هذا الرجل، حتى الاوروبا ضد الراجل، البرازيل ضد الراجل، المكسيك ضد، العالم كله ضده. فقال لك لا انا عايز اجيب واحد من بره المطبخ واشوف هيعمل ايه. الشعب الامريكي يهب كل اللي يهمه الاقتصاد، اي حاجه تكلمه عن السياسه الخارجيه يقول لك انا مش فارقه معايا، لا امريكا عمرها هتنحارب ولا امريكا هتعمل. وانا هو الكلام اللي قال لك يعني تتكلم فيه كلام يمس الشعب الامريكي، قال لك كل الارهاب اللي جاي من بره انا عايز اوقفه، لان اصعب حاجه في الدنيا انك تنضرب في بيتك. يعني شوف النهارده اللي حصل في فرنسا، شوف اللي حصل عندنا هنا في سان برناردينو، واللي حصل هنا واللي حصل هنا. فتيجي تنضرب في بيتك كامريكا دي عمليه صعبه، يعني عمليه كبيره. فهو قال لك انا عايز ابني سور، ودي حقه عشان يبقى عنده امن قومي، لان ما عندكش دوله بدون حدود. فقال لك انا هعمل ده. اوباما كير اللي خرب بيوتري خرب بيوتنا كلنا وعمل لنا مشاكل ماليه حصر ولا عارفين فيها ايه ومش عارفين السنه الجايه يحصل فيها ايه. تعال بص ناحيتها، قال لك الشركات الكبيره كلها قال لك انا هقلل التاكس على رجال الاعمال الضرايب. ففي الحاله ديت انا النهارده هعمل اكسبند مور، هعين مور عماله، هجيب الشغل اللي كنت بشتغله بره ببعته لمكسيكو ببعته تشاينا. النهارده صعب بتشتري بدل وبتلاقي حاجات بتلاقيها رالف لورن ومكتوب عليها ميد ان ايجيبت او ميد ان مكسيكو او بنجلاديش وبنجلاديش او فيتنام. في حين ان انت ليه الناس دي خارج بره الليبر بره رخيص، هي بقى قاعده تعمل ايه؟ يعني النهارده بتقول لك اللي يعمل فوق ال 250,000 لازم ادفعه مور تاكس. طب النهارده اللي بيعمل فوق ال 250,000 دولار بيدفع 38%، لو عدى ال 251 بيدفع 49%. طب النهارده اللي هيعدي ال 49% هيبقى 61%، يعني على كل دولار تاخد منه 61%. يعني انا بشتغل بقى، يعني انا باقي لي 39 سنت من كل دولار هاكل واشرب منه وادفع مورج وادفع انشورنس وادفع ده وادفع ده وادفع ده ناثينج ليفت. هي هتاخد الشيك بتاعها. ليه بقى تاخد الشيك بتاعها؟ عشان تقعد في البيوت بتوع الويلفير والفود ستام بيشتغل. ما هو ده نظام الديمقراطي. الديمقراطي عايز يعمل ايه؟ طول ما هو عايز يقعد في البيت زي ما حضرتك قلت 107 مليون قاعدين اكلهم وشربهم من مين؟ من اللي بيعمل فلوس. طب انت 130 اللي بيشتغل. طب انت هو يو بانشن ذا بزنس مان، خلي البيزنس مان اولويز سمول بزنس هو ذا وان بي كريت جوبز. هي عايز الاقتصاد الامريكي باي ذا واي، هو على سمول بزنس. هي النهارده عايزه تقتل السمول بزنس، هو عايز يوقف السمول بزنس على رجله وعايز يجيب كل الشغل من بره. النهارده في شيكاغو قال لك عامل ايه؟ رجع كل الشركات العربيه بره، الشركات بتعمل كلها بره، بتصنع بره وتيجي تبيع هنا. ما دي مشكله التجاره، حركه التجاره العالميه اللي بيننا وبين الصين وبين هنا، قال لك عايده تاني اللي حصل بيننا وبين ايران هيعيده تاني. هي عايزه تمشي على السيستم اللي كان ماشي عليه جوزها، السيستم اللي مشي عليه اوباما. الشعب حاسس ان في فرصه ان خلاص بقى ينفذ انف يا استاذ مجدي. انت قعدت طول النهارده. انا استاذ نبيل، استاذ نبيل سوري. ما انا انت عارف البرد بيجيب حول ساعات يعني. فالنهارده انت قاعد عايز تقعد ناس في بيوتها وتاكلها، تاخد من الغني وتاكل الفقير. طب ما تخلي الفقير ده بدل ما انت مقعده فقير حاول توقف على رجله، حاول تساعده بما حاجه، اديله مشروع صغير، علمه يصيد، علمه يصيد السمكه زي ما بيقولوا. ده اللي قاله المره اللي فاتت من 4 سنين رمني يا وسقطوه. انا لسه ما كلمتكش، لسه ما سالتكش. لا بس انت طب ماشي. لا انا عايز اعلق على النقطه دي بس. انه هو اللي قال زي ما انت بتقول، انه انا مش عايز ادي هاند اوت تشيك بالظبط، عايز ادي بيرول تشيك. كوركت صح، عشان زي ما انت بتقول بقى علمه استاذ سيد مش وده انا بقى. طيب في رايك هو كسب ليه؟ يعني بالاضافه لل هو كسب ليه؟ نمبر 1 ربنا اللي خلاك كسب نمبر 1، ونشكر ربنا مليون مره. دي اول حاجه اكيد طبعا، دي اول حاجه ربنا بعد اللي حصل ده كله. المعجزه ده هي انه زي ما انت قلت انه كل حاجه كانت ضده، كل حاجه كانت ضده، الميديا كانت ضده،
اوباما كان ضده، الديموكراتيك بارتي ضده، الريبابليكان بارتي جزء منهم كان ضده. يعني بكل المقاييس يعني كان لوحده، كان فايت ذا هول وورلد الون. طب ازاي بقى كده؟ يعني انا بس عايز يعني الفت يعني بذكر اوباما، يعني افتكرت حاجه ان هو يعني اوباما كرئيس اعتقد نطلع فاصل عشان ده هيعمل لنا، نطلع فاصل نشوف ايه اللي حصل، فاصل لغايه لما يشوف الموضوع. It is my high honor and distinct privilege to introduce to you the President-elect of the United States of America, Donald Trump. Sorry to keep you waiting. Complicated business. Complicated. Thank you very much. I've just received a call from Secretary Clinton. She congratulated us. It's about us. On our victory, and I congratulated her and her family on a very, very hard-fought campaign. I mean, she fought very hard. طبعا جزء جميل من الفيديو ده منظره هو داخل بعد ما قدموه على انه الرئيس المنتخب داخل مع الفاميلي كلها بتاعته بيسلم على الناس كل الجماهير بتاعته، منظر حقيقة مشرف ويليق بالظبط يعني حاجة كده لها برستيج تليق بأمريكا. نكمل بقى مع الأستاذ أديب بعد الفالس ألارم اللي جانا ده. أنا في نظر أتكلم الأول هي ليه سقطت، ماشي احنا ممكن ناخد إيذر وان. سقطت لأن هي هيلاري كلينتون، يعني because she lost because she is هيلاري كلينتون بتاريخها بتاريخها بكله، واوباما ساعدها ان هي تسقط مش تنجح بالظبط. يعني سياسه اوباما فور لاست 8 ييرز دي تخليها تسقط لوحدها طبعا، وهي جايه تمشي نفس سياسه اوباما بالظبط، وتقول انا ما في واحد كتب بيقول ايه، هي عايزه ران از اوباما بس من غير الكاريزما بتاعت اوباما، وده 100% صح. هي بورينج وشيز نوت لايكابل
which is not يعني she's not anything. هي هي عايزه هي عايزه بس هي السبب يعني هي داخله من من داخله بتقول دي انا انا اللي هبقى الرئيس يعني انا ديزيرف يعني انا استحق ان انا هبقى رئيس انا اللي عندي الخبره وانا دايما بتتكلم انا اللي عليا الدور انا دايما يعني بتتكلم يعني كده ان انا بقالي كذا سنه بشتغل ايه بقالي كذا سنه ورحت وسافرت وانا اللي عليا الدور وانا استحق يعني ما فيش حاجه غريبه يعني يعني, يعني انتوا مش هتدوهاني ده انا استحقها من غيركم هاخدها بالظبط داخله بالاتيتيود ده طب مين اللي هينتخبها وبعدين هو عرف يستغل نقطة الضعف اللي مش نقطة الضعف اللي محتاجها امريكا اولا هي عمرها ما اتكلمت عن الناس اللي بيشتغلوا اللي هم الوركينج كلاس ما جابتش سيرتهم خالص الوركينج كلاس ده كان اجنورد بقاله 8 سنين هو عرف يجي بقى على الوركينج كلاس انا هجيب لكم جاب انا هجيب لكم جاب انا هبقى اشتغل لكم انتم هشتغل عندكم اشتغل عندكم بالزبط. احنا كلنا هنعمل وبعدين الناس زهقت من الليجال ايميجرانت انا هبني السور يعني كل حاجه الناس بتفكر يعني هو اتكلم بالنيابه عني واتكلم بالنيابه عن كل واحد اللي في قلوبنا اللي احنا عايزين نقوله هو قال هو قال صح هو سمع صرخات الشعب صح او صح الناس صح المختلفه وبالذات الطبقه العامله اللي هي الطبقه المتوسطه اللي موجوده واكتر حاجه مضايقه الناس اوباما ده اكتر واحد اذى الاسلام اذى الاسلام ان هو مش عاوز يقول كلمه اسلامك تيرورست بالظبط يعني هو اذا كان السيسي نفسه اللي هو رئيس مصر وهو قال انا مسلم ايوه اسلامك تيرورست بالظبط وهو مش عايز يقولها وهي بالتالي ما قالتهاش طب ما الناس كلها في امريكا بيقولوا اسلامك تيرورست اصل يخفوها ازاي او هيداروها ازاي ما قدامنا الشمس لازم نقول عليها شمس بالظبط ممكن هتقول عليها حاجه ثانيه انت عارف ان عليها حاجه ثانيه ما زالت هي شمس يعني انت عارف ان سقوطها ما حصلتش مظاهرات النهارده في مصر 11 11 من جاي لها من الذي عامل تانية بقى احنا نتكلم عليها اشرح عليه تأثير هفضل على موضوع مصر هنحطها برضو كنقطة من الكلام تأثيرها على مصر ايه او تأثير اللي حصل على مصر ايه فهو يعني خلى اللي عايزة تقوله الناس وما بتقولوش هو قاله لهم انا هعمله طبعا ده اللي نجحه وبعدين فوق الكل بقى عندنا مكالمات كتيره فناخد على الاقل 3 4 مكالمات وبعدين نرجع تاني معايا بنت الرب من نيويورك مساء الخير ولو سمحتوا بسرعه لانه بصراحه عندي طابور طويل جدا من المكالمات عايزين برضو نشاركهم ويشاركونا الكومنتس بتاعت اتفضلي مساء الخير اهلا بيك اول حاجه طبعا بشكر حضرتك بشكر الاستاذ اديب انكم فهمتونا اللي بيحصل اول مره انتخب المره دي بقى لي كتير تعملوا كده اشكركم كتير قوي وطبعا احب افكر استاذ اديب ان هو مره قال لنا ان في واحد يعرفه من سنتين كان حلم ان ترامب كسب وكده فاخدت الكلمه دي ثقه وبقيت اقول لكل في الشغل ان هو هيكسب 100% ده احساسي يعني يعني كان نشكر ربنا واول حاجه طبعا احب اقولها ان انا انتخبت علشان مصر وعشان الدول العربيه دول سوريا والعراق صح كده هو لانها دمرتهم فعشان بس الحال يتعدل ومتشكرين جدا ويا ريت الاخ ده اللي هو اتنبا بترامب يقول لنا الدولار هيعلى ولا هينزل يعني الف شكر يا بنت الرب وجميل جدا ان انت فعلا بداتي تفوت جود لا اول مره في حياتنا وبصراحه الواحد اول مره في حياته ان هو فوت لانه كان موقف يعني very critical يعني لازم الواحد يعمل حاجه ترضي ضميره عشان خاطر مصر والدول العربيه سوريا والعراق والناس اللي اتبهدلت بسبب انها ارهابيه يعني هي انسانه ارهابيه ما عندها ضمير خالص يعني ثانك يو والف مبروك ثانك يو اشكركم انكم فهمتونا ثانك يو يعني اللي بيحصل مرشيخة مرشيخة أستاذ أديب يعني شكرا 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 انت دافع دين لبنت الرب معايا الدكتور لطيف اتفضل أستاذ دكتور ازيك يا أستاذ دكتور ازيك يا دكتور دكتور لطيف شاكر يا دكتور طيب دكتور صبحي مساء الخير يا دكتور يا دكتور صبحي يا دكتور صبحي وطي التيفي
الو بتوطي أيوة. التي في بس عشان تقدر تسمعنا كويس. تفضل تفضل يا دكتور. ده هو منتظر، قول له تفضل انت على الهواء يا دكتور. انت على الهواء تفضل. ايوه انت على الهواء. أيوة تفضل. ايوه ما سامعينك. تفضل. سمعنا؟ يس تفضل. مساء الخير. مساء الخير. انا برحب بحضرتك وبالضيوفك الكرام. اهلا بيك. وخاصه للموردين انا شغل جبار طول المده دهيت. استاذ نبيل يعني بشكرك من عميق القلب يعني. استاذ اديب عمل معنا شغل كويس. طبعا بنرحب بالاستاذ رأفت والاستاذ مجدي، بقالنا مده طويله ما شفناهمش، فجود ان احنا شفناهم النهارده. شكرا. شكرا ليك. اشكركم جميلا انكم موجودين. طبعا الديكوريشن اللي انتم عاملينه حاجه خرافه كمان يعني. حاجه تليق بالمناسبه. ورغم ان انا بعتب على القناه ان هم ما قعدوش، لان حضرتك ما جيتش كذا كذا مره وما قعدوش الحاجات البرنامج بتاعك كذا مره وحاجات زي كده، فكان المفروض ان ده ان حضرتك تطلع لنا اتليست مره كل اسبوع، لان اثنين كنا وي ميسنج فتره الانتخابات يعني. في كذا اسبوع احنا وي ميسد، فاحنا عايزين التركيز اللي انت دايما بتديه لنا في الوقت ده. اشكرك جدا على كل اللي انت بتعمله. الحاجه بس الوحيده اللي انا عايز اتكلم فيها ان اللي انا شايفه ان هيلاري ما عملتش حاجه غلط انها تلوز بالطريقه ده. هي هيلاري كانت ممتازه وكانت يعني كانت هي ديت يعني انا كنت بصوت لهيلاري عشان انها فعلا هتعمل لنا شغل كويس وهتقدم حاجه كويسه لامريكا، لكن انها عمالين يبينوا انها غلط، عملت اشياء كثيره غلط. لا انا مش شايف انها عملت حاجه غلط خالص. كانت ممتازه وكانت هي كانت يعني كانت حاجه كويسه لامريكا، خاصه انه اوباما اول ما انتخب راح على مصر واحنا قلنا بس ده اوباما ده اللي هيبقى يعني مصر تبقى بالنسبه له فرخه بكش. ما عملش حاجه لمصر وابدا، واكشلي ده هيرت مصر اكتر ما هو ساعد مصر. يا دكتور هسألك سؤال. انت بتقول انها ممتازه، طب هي عملت ايه في رايك خلتها في نظرك انها مرشحه ممتازه؟ انها كانت عايزه توحد الامريكان كلهم مع بعض، انها كانت ما بتعملش اي عنصريه لاي اقليات او اي حاجه. هي كانت عايزه تفتح الحدود، عايزه تجيب كل الاهالينا والكلام ده كله وكل المغتربين انهم يقعدوا وتدي لهم الجرين كارد والاقامه والكلام ده كله. بيت الحدود اي ثينك يا دكتور. يا بس عشان بس معانا مكالمات كتيره ثانيه. هو في الحقيقه هي وجهه نظر ثانيه، المفروض برضو ان احنا يعني نتقبل الوجهه نظر انه كان في طبعا مايدين كتير يعني، ما تنساش انه نص الناس على الاقل او اكتر كانوا بينتخبونا. هو بس اللي برضو اللي انا بقول عليه انه في ناس كتير شافت ان هي ما عملتش حاجه، بالعكس هي فشلت في كل اللي كانت فيه. اشكرك يا دكتور. وناخد معانا استاذ وجدي انتون. مساء الخير يا استاذ وجدي. مساء الخير استاذ نبيل. اهلا بيك. ازاي صحتك؟ وانا احب اهنيك الاول وضيفك الكرام على فوز الرئيس المنتخب ترامب. يا وكلنا مبسوطين. وثانيا بالاضافه لفوز ترامب احب اشاركك بان عندنا في مقاطعه كايهوجا كاونتي في ولايه اوهايو شيري ميخائيل ميدي اللي هي بنت ابونا قمص ميخائيل ادوارد ميخائيل راعي كنيسه القديس مريمونس الرسول. يس فازت بمنصب القاضي. يس جود. اول مصريه اول مصريه تبقى جادج. انا اتكلمت في الموضوع من الحلقه اللي فاتت. اتفضل يا استاذ وجدي. ده خبر جميل جدا جدا.
let me just اوقفك بس ثانيه. انتوا عارفين احنا اتكلمنا واستضفنا اكشلي شيري هي باباها واخوها وفي الوقت ده كانت رشحت اول مره ما كانش توفقتش المره اللي فاتت قاضيه. فاحنا كلنا عارفين على فكره مشاهدين قناه لوجس عارفينها كويس وانت بصراحه يعني زودت فرحتنا النهارده. فهي هل هي دخلت مره ثانيه المره دي يعني مش كده؟ دخلت مرة تانية والمرة دي هي فازت بنسبة كبيرة يعني النسبة اللي فازت بيها actually over 54% أو 54%. والمعروف أن مقاطعة كايوجا كاونتي مقاطعة مهمة في ولاية أوهايو لأن معظم الرؤساء بيزوروا الولاية دي أو الرؤساء اللي هم النومينيز اللي هو المرشحين لازم يزوروا الولاية دي لأن تقلها الانتخابي كبير جدا في أوهايو. تعتبر رابع كايوغا كاونتي تعتبر الرابع مقاطعة على مستوى الولاية من ناحية المساحة. بس أول مقاطعة من ناحية سكان it's 1.2 million which is a very good size for any president or any elected president to be concentrating on this. وتقولها سياسي معروف وشيري طبعا معروف عنها من خدمتها للجميع طبعا متربية في بيت أبونا وفي الكنيسة فالخدمة بدمها. فهي ما كانتش عايزه المنصب كمنصب هي عايزه تخدم المجتمع. وانا من خلال برنامجك انا عايز اقول ان احنا كمصريين عايزين نبقى مشتركين او في مشاركه فعاله من الناحيه السياسيه والاجتماعيه طبعا. لاني انا نفسي يبقى عندي اسمع ان في اول مصري بقى حاكم ولايه اول مصري دخل الكونجرس. انا عارف ان في ناس كثيره بتحاول بس الجيل الثاني والثالث طبعا الجيل الاولاني خلاص يعني احنا نديهم كل العرفان والجميل الجيل الاولاني بس الجيل الثاني والثالث واللي خصوصا متربي هنا مفروض يندمج في المجتمع ونقدر يبقى لينا صوت كمصريين امريكيين. انا ما بفصلش مصري عن امريكي لان احنا ولائنا للبلدين صراحه بس ولائنا احنا عايشين في البلد دي لكن لازم نكون يعني عندنا مشاركه اكثر واسمع اكثر اخبار مفرحه زي دي ان شاء الله. اشكرك وانت زودت فرحتنا وان شاء الله شباب كتير مبروك المثل بتاع شيري ونشوفه في مراكز مختلفه في الدوله الجميله دي. اشكرك يا استاذ وجدي. معانا الاستاذ رامز. مساء الخير يا استاذ رامز. يس رامز جورج من نيو جيرسي. البرنامج بتاعكم جميل قوي. I usually watch like CNN or Fox News بس البرنامج بتاعكم جميل قوي أدب. حبيته بعيد بسمعكم تقريبا كل أسبوع. Thank you. I was completely I'm a Republican so like of course I wanted Trump to win but I was like extremely sure like positive and absolutely certain that he will lose. And I expected to go to sleep at 9 o'clock after knowing that Hillary won the whole thing. And I was very pleasantly surprised as he kept winning and winning and winning. And the minute that I knew and I actually made a Facebook post about it, that he will win, when he won actually North Carolina, it was a swing state. So he was not quite, was not sure that he would win it. It was more likely that Hillary will win North Carolina, and he was doing well in Florida. So I see the post actually that I made in Facebook, it read Trump won North Carolina and is going to win the whole thing. It was thank about 10 o'clock. I can tell you exactly what. Yep. Thank you. Appreciate your call. معانا دكتور لطيف شاكر. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا استاذ نبيل. اهلا بيك. انا مبسوط جدا على هذا الجمع الجميل اخواتي واصدقائي الاستاذ اديب والاستاذ رافت والاستاذ مجدي. اهلا بيك. مساء الخير عليكم كلكم. اهلا بيك. انا اهنئكم واهني نفسي واهني الامريكان كلهم الشعب الامريكي بعدم فوز هيلاري. يس. عدم فوز كلينتون. صح. وبذكاء ترامب في تعيين النائب بتاعه العظيم. رايت. النقطة الأولى.
النقطة الثانية في نيران مشتعلة دلوقتي في 6 مدن. المظاهرات الضخمة ده هي الاحتمالات المرتقبة، الاحتمالات اللي متتخيلوها، هل هتبقى في خطورة؟ هتبقى في حرب أهلية؟ هتبقى في موقف ايه؟ احنا كلنا قلقانين على هذا الوضع. يا ريت اسمع اراءكم انتم الاربعة واراءكم يعني على معتبر اراء رشيدة، فيهمني اسمع اراءكم ان شاء الله. شكرا كثيرا. الف شكر يا دكتور. هتيجي الدكتور اثار طبعا في مظاهرات حصلت انتي ترامب حصلت في كم في المدن الكبيره ودراتي زي ما دكتور بول في نرانشا، تفتكروا ايه اللي ممكن يحصل يعني؟ وبص دي حاجات هو المفروض يطلع الحاجات اللي اتكلم فيها في البدايه في اول حملته الانتخابيه يعني شويه التلويش اللي ابتدى يتكلم فيهم دول عملوا نوع من العنصريه شويه وعملوا نوع من النرفزة عند الناس بالذات بعد نجاحه، لان محدش كان متوقع نجاحه. فهو المفروض النهارده كان كل الميديا بتقول له كده حتى المستشارين بتوعه ان هو يطلع ويتكلم كلام بحيث ان هو يضبط الامور ويقول ان احنا كلنا يد واحدة، يعني يتراجع بطريقه زي ما تراجع امبارح في اوباما كير وقال لك انا هشيله كله النهارده، يعني زي ما جه اتكلم قبل كده وقال لك انا هشيل اوباما كير كله النهارده، قال لك انا هعمل عليه شويه تعديلات. فهو المفروض يطلع يدي نوع من الطمأنينة شويه، لان النهارده اللاتينو بيقول لك ان احنا هيمشي اهالينا، اخواننا المسلمين بيقول لك هيمشينا، هيبني السور على حساب المكسيك. طبعا ده كلام كان مش ينفع، لان عمر المكسيك ما هتدفع ثمن سور مش لاقين ياكل، هو يدفع السور هو كان يقصد انه الفرق في المدفوعات بين او التجاره بينهم وبينه هيعوض ثمن يعني احتمال يعني لما يرفع الضرايب على الحاجات اللي بتيجي المنتجات بتاعتهم تيجي هنا هون ما تترفع الضرايب شويه هتقدر يعني هو هيدفعوها. ولما يمنع الدراجز في التكاليف هي دي اول حاجه طبعا يعني. على علاج الناس دي يعني بالزبط. هو قصده انه في الناتج الاقتصادي هيعوض ثمن. فهو الخوف دلوقتي من القلق في ايه؟ ان احنا نبتدي نخش في تيارات زي رايتس ابتدى يحصل في ولايات امبارح، ابتدى يحصل حتى في لوس انجلوس امبارح هنا، والبوليس ابتدى يتحكم فيها. المشكله النهارده الخوف انه يحصل تصادم بين البوليس وبين الانتي ترامب وتبتدي البلد تخش في هوجة، لان ده ما حصلش في اي انتخابات قبل كده. المفروض الشعب الامريكي يؤمن دي انتخابات حرة، انتخابات ديمقراطية، خلاص في خسر وفي مكسوب، بس هو العملية كلها ان هو لازم يطلع ودي طمأنينة للناس بحيث ان البلد ما تولعش. يعني ممكن زي ما الاستاذ لطيف قال لو العملية خرجت out of hand دخلنا في حرب اهليه، يعني انت النهارده يعني عندك 3 جهات. ما اعتقدش نيفر نو يعني انت عارف الشباب الاعداد مش كبيره. اه الفيسبوك النهارده انا عايز يعني اركز على النقطه دي. في المظاهرات اللي قايمه دي فيها ظاهرتين واضحين، هو في جزء منهم متاثر فعلا بالكلام اللي قاله ترامب ان هو هيعمله، طبعا في شيء من الخوف ان فعلا يقدر نفس كلام، وده ينطبق على الناس اللي هي تعتقد او مش فاهمة السياسة الامريكية بتمشي ازاي. يعني السياسة الامريكية عمر ما الرئيس هيطلع كده يقول انا مش عايز دول يطلعوا بره، ما فيش كلام من ده. السياسة الامريكية في كونجرس وفي سنت وفي مؤسسات بتدير الكلام ده، حتى لو الرئيس عاوز حاجة بيصلحوله بيقولوله ده ينفع وده ما ينفعش وده ضد مصلحة البلد. بالزبط. انما في بقى بعض من المظاهرات دي برضو ناس موجهين بالزبط. ازاي بالزبط. من وسائل الاعلام واللوبز اللي لها مصالح زي وول ستريت وغيره وغيره وغيره، طبعا اللي لهم يعني نعرات طائفيه زي الاسلام السياسي وغيره وغيره، دول موجودين معنا كل المتضررين من اللي هم متضررين من اختفاء هذه الشخصيه او هذه المؤسسه. اصل دي ما كانت شخصيه عاديه، هي كانت مؤسسه بالزبط. يراسها رئيس سابق ووزيرة خارجية سابقة ولها أنشطة كتير جدا في المجتمع المدني. فلما النهاردة تختفي عن الأنظار وتتوارى عن السياسة الأمريكية، مش كده كمان النقطة كويسة إنهم استثمروا كتير فيها بالظبط. يعني النهاردة أنا عايز أقول لك حاجة، هو مين اللي دافع المليارات بتاعة الحملة الانتخابية دي؟ لما تلاقي إن في كتير قوي من بعض الدول اللي لها تطلعات معينة بتوجه السياسة الأمريكية فتختار كلينتون او هيلاري عشان تمشي على نفس النظام اللي كان ماشي عليه صاحبنا ده اوباما، هنا طبعا تقدر تشك ان الموضوع فيه حاجه غلط، لهم مصالح. ففي مصالح هي اللي بتدير هذه التظاهرات، زائد ان الـ 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 الاسلوب بتاع المظاهرات ما هوش اسلوب طبيعي، يعني في عنف، في تخريب،
والبتوع العنف والتخريب دولت ناس مش عاوزين الديمقراطية، يعني مش عاوزين الموضوع يبقى بسلام، يعني بيفرضوا القوة والإرهاب، فلازم دول اللي هم مقتنعين بأن احنا نرهب الدولة يقوموا يخافوا ويقوموا يرجعوا في كلامهم. طبعا هم فاكرين نفسهم في حتة تانية غير أمريكا، مش هيحصل حاجة زي كده. هم اللي أنا سمعته كمان بالإضافة لكده أن هم بيجمعوا توقيعات علشان يوم 19 ديسمبر لما يروحوا للفوتينج بتاع المجمع الانتخابي يقدروا يقدموا التبرعات دي، التوقعات دي، يقوم يحصل تغيير في الفوتينج ضد او اللي مش لمصلحه ترامب. طبعا ده حلم وعمرها ما حصلت ولا هتحصل، وده برضو نوع من التخيلات الغير منطقيه كده. استاذ اديب، ايه رايك في اللي بيحصل دلوقتي او المظاهرات اللي بتحصل حاليا دي؟ كلها حاجات يعني لو ترجع من وقت ما اخذ اوباما الحكم هو السبب في كل المشاكل دي. ليه؟ لو تفتكر لما طلع اول مره لما واحد بوليس قتل واحد اسود وطلع وقال هيج الناس وخلوهم عملوا بقى مظاهرات واضرابات، هيج الناس مظبوط. وبعدين وقت هيلاري في الانتخابات بتاعتها كانت هي بتخوف الناس، ده شوفوا عايز يهجر، ده هيعمل كذا المرأة، ده هيعمل كذا لل، عايز يمشي 11 مليون واحد، ده شوف خوفت الناس. فهم دلوقتي توقعوا انه ده كله هيحصل، انما انا اي بليف ان هما الاثنين هيلاري واوباما هما كل المشاكل اللي في امريكا دي اللي عمرها ما حصلت قبل كده. وبعدين الديمقراط لو هيلاري كلينتون اللي كسبت تفتكر كان اي حد من الريبابليكان هيطلع يعمل مظاهرات؟ ما كانش هيحصل ولا واحد يطلع. هما دول بيفكروني الديمقراطيك بارتي دول بيفكروني زي الاخوان المسلمين، هم اخوان مسلمين ويمكن هم اللي بيساعدوا الاخوان المسلمين، يعني زي الاخوان المسلمين عايزين يعني احنا نحكم ونحكم، يعني نحكم بالعافيه بالذوق، هنحكم يعني حكمكم يا مموتكم يعني موت بالضبط كده. فامريكا ماشيه بنظام ديمقراطي. وبعدين كل الهيصه دي كلها اللي بيعملوها ده هتقعد ايه يومين ثلاثه اربعه اسبوع وتنتهي. يعني لوس انجلوس النهارده وانا جاي سامع على الراديو انه عملوا ارست ل 200 بيبل هنا في لوس انجلوس، يعني قبضوا على 200 واحد اللي عاملين اضرابات. فهتحصل في كل يعني ما فيش كمان واحد مواطن امريكي بيحب بلده هيقبل هذا الكلام طبعا. لان قيمه الانتقال السلمي للسلطه ده قيمه مقدسه هنا في امريكا. أيوة لها وضع أيوة خاص أيوة جدا صح. يعني ما بتحصلش في اي بلد في العالم مزبوط. دايما في اي بلد في العالم تلاقي فيه انقلاب او الراجل ده مشي بفضيحه وجاي الراجل الجديد او حاجه كده، او انتخابات بس مش بالمعنى ده، انما استلام السلطه بالطريقه السلسه ده ويقعدوا مع بعض ده مش موجود غير هنا بالزبط. فده له قيمه في المجتمع الامريكي. وفي العياب موضوع المظاهرات انا يعني متفق معاكم في اثرته. انا في رايي انه معظمهم اولا لو تبص على الاشكال اللي موجوده واضح انها شباب صغير، فيهم ناس يبدو ما بيشتغلوش، ناس مش شايف يعني قوة سياسية موجودة أو مجموعة من سكان البلد اللي هم فيهم كل الطبقات. كان هنا تحس بالخطر لو كان اللي بيطلعوا دول فيهم موظفين، فيهم عمال، فيهم طلبة، فيهم شباب، فيهم ستات، جزء صغير كده بس الباقي كله بس موجه الغالبية اللي يطلعوا في وقت واحد بالظبط. والشعارات متشابهة، الشعارات متفق عليها فيسبوك الفيسبوك بيشتغل دي حاجة. الحاجة التانية ما تنسوش ان احنا من ست شهور كان عندنا اضرابات جامده جدا في البلد بسبب البوليس والسود اللي كانوا بيتقتلوا، وكانت برضو عمليه منظمه في عده دول في عده مدن كبيره. يعني انا بعتقد ان هو رد فعل عادي وطبيعي للي حصل. طبعا مش طبيعي ان هو يحصل تخريب او يحصل اي مشاجره مع البوليس ومع القوات دي، ولكن يعني نرجع تاني، احنا بنعيش في بلد ديمقراطية، بنعيش في بلد بتضمن او الدستور بيضمن حرية التظاهر وتعبير الرأي. سلميا طبعا، ما هو كل حاجة بتتم سلميا. وزي ما انا قلت قبل كده انه البوليسمان اللي واقف بيحميك في المظاهرة هو نفس البوليس اللي هيقبض عليك اذا خرج عن تعديت عن القانون. مزبوط. فهو ده الفرق الموجود. في الاول هم بيتسامحوا شوية لان المستوى الغضب عالي، ولكن كل يوم والتاني بتلاقي العمليه بتختلف. يعني زي ما الاستاذ اديب مثلا اول يوم سابوهم وقفلوا في لوس انجلوس هنا وقفلوا كام فروي رايت
النهارده اتسمع ان هم قبضوا 200 او عدد 200. من وهكذا هيبدا. امبارح حصل الكلام ده في اوريجن في بورتلاند نفس العمليه، بداوا يحدفوا عليهم او البوليس يبدا يحدف غاز وغاز ومش عارف ايه. فهو ايفينشولي البلد لازم تحمي نفسها والحكومات لازم تحمي نفسها في كل بلد في العالم. واحنا متعودين ان يكون في مظاهرات، يعني ممكن يطلعوا مظاهرات كل يوم محدش بيتكلم على حاجه. فانا ما عنديش اي خوف من الموضوع ده، وايفينشلي كل يوم العدد بيقل وكل يوم هيقل وكل يوم هيقل. اعتقد احنا عارفين الكلام ده من يوم حتى الاخوان المسلمين في مصر، جمعه الغضب وقدم وجمعه الفرح وجمعه مش عارف ايه وجمعة. فهنا بقى كل يوم عندنا هم بس نسيوا هنا يدوا اسماء للنهارده، كفروض المفروض النهارده يسموها جمعه حاجه وبكره لا ما هم لغوا النهارده بعد النتيجه دي. ففي الحقيقه انت رد على دكتور على سؤال الدكتور لطيف، انا مش متخوف للي حصل، البلد متماسكه جدا، البوليس بيدي حريه محدوده واذا تعديتها بيبدا يدخل، وده اللي هنبدا نشوفه بعد كده. لانه سيان كنت ديمقراط او ريبوبليكان انت لا تسمح او محدش هيسمح بخراب اي بلد يعني او اي مدينه من دول. هو باي ماندي المهم الاثنين ان شاء الله كل حاجه تبقى باك تو نورمال ايفينشولي. وبعدين انا عندي يعني هم عندهم ما تنسوش انه في غيظ وفي حقد وفي مش عارف اقول طاقه. ده واحد كان هيفرح بالرئيس بتاعه او الرئيسه بتاعته، ولا فصلين اصبح بره اللعبه خالص، مش كده بس اصبح بره البيت الهاوس اللي بيت الابيض وبره السنت وبره الهاوس. يعني النصر اللي حصل ما حصلش في برانش واحد، حصل في الثلاثه هاوسز. دي حاجه مش قليله على اي حد كان التوقعات بتاعته عاليه جدا وبقى لقى نفسه في الاخر موجود في الارض. لما فعلا كانوا متوقعين ان السنت هياخدوها 100% السنت والوايت هاوس وبالتالي يكنترول اتليست اثنين من الثلاث ميجر هاوسز اللي بيتحكموا في السياسات في امريكا كلها. معانا الاخت منى من كاليفورنيا، مساء الخير يا اخت منى. سامعين؟ مساء الخير، وانا سعيده جدا بالبرنامج بتاع حضراتكم وبهنيكم على فوز ترامب. ثانك يو. والحقيقه انا بحب احكي لك عن اليوم ده كان ايه. انا اي واز فولنتيرنج ان ا بولينج سنتر. بس بسرعه عشان في ورانا كتير قوي مكالمات، اتفضلي. ات واز ا فيري هارد داي. كنت فولنتيرنج في سانتا انا كاليفورنيا. Good. وسانتا انا معروفه ان هي فول اوف ريسكن. والحقيقه اي واز سربرايزد ات ذا اجريشن، كانوا اجريسيف جدا وهم جايين علشان ينتخبوا هيلاري. وكانوا very sensitive and aggressive at the same time. لو بس تحاول تساعدهم وهم بيعملوا اي حاجه يفتكروا ان انت هتبص تشوف هم بينتخبوا هيلاري ولا ترامب، بيبقوا very aggressive كده. والمهم روحت البيت حوالي الساعه 11 لقيت زوجي مبسوط جدا وبيقول لي ترامب فات خلاص. وطبعا I was so busy فما عرفتش ايه اللي وات وان جوينج اون حقيقي يعني. فاتبسطت جدا لما لقيت زوجي فرحان وقال لي حمدت ربنا لان احنا بنتعشى منه يرجع امريكا بقى، يعني تبقى فعلا امريكا دي مش النايت مير اللي احنا كنا عايشين فيه. ثانك يو يا منى، ثانك يو سو ماتش. معايا منى النور، مساء الخير يا اختي منى. طب ناخد وجيه، استاذ وجيه. اوكي الو مين معايا؟ استاذ وجيه. ايوه اتفضل. ايوه ازيكم في البرنامج؟ البرنامج جميل جدا. ثانك يو. كل حبايبنا هم في البرنامج، استاذ نبيل الباشا واستاذ نبيل صليب واستاذ مجدي واستاذ اديب استاذ رافع. انا عاوز اقول لكم اللي حصل ده في الانتخابات ده كان عمل ربنا. طبعا يس ده كان عمل ربنا، ده ربنا اتدخل. الحمد لله. الحاجات اللي الناس النهارده مش بتشوفها اللي هم بتوع هيلاري كلينتون واوباما مش بيشوفوا الحاجات الحقيقيه. اكتريه الناس
اللي كانوا بينتخبوا دونالد ترامب كانوا بيشوفوا البلاوي اللي على الانترنت والناس اللي كانت بتموت في سوريا وكل الناس اللي اتذبحت تبع داعش والبلاوي اللي كانوا بيتخطوا. الناس كانت بتتخط من الصورة دي. الصورة دي أثرت على الناس كمان من ناحية الانتخابات. أوباما ما عملش حاجة لمدة 8 سنين وكانت الإرهابيين منتشرة بطريقة غير عادية لحد دلوقتي بيحاربوا الجماعات داعش في الدول العربية في العراق وسوريا وفي مناطق ليبيا ولحد دلوقتي الإرهابيين برضك بيهددونا في خطر على أمريكا وعلى العالم. ما فيش رئيس هيقدر يمسك المسؤولية دي غير رئيس جامد يقدر ياخد موقف وهو قال أنا ممكن أقدر أعمل كده ممكن أمسك المسؤولية وواجه الجماعات الإرهابية وده موقف قوي ليه وده شجعت الناس للتخبي. أشكرك يا وجيه. أعتقد عندك نقاط كويسة وأنا شاكر جدا على المكالمة. معلش عشان مضطرين ناخد عندنا مكالمات كتيرة. آخر مكالمة بعد ما نبدأ بعد كده نتكلم تاني في نقطة تانية هي بنت مصر. مساء الخير. أهلا مساء الخير. أنا بس عايزة أضيف إن الشعب كله كان بيقول هو مفيش غير ترامب وهيلاري ليه محدش تاني طلع؟ لأن القانون هنا بيخلي اللي يطلع يترشح يتحاسب من يوم ما اتولد لغاية ما وصل لهذا المكان. يعني بنشوف واحدة تطلع لترامب وتقول له من 30 سنة أنا كنت في الطيارة وانت عكستني. طب حتى لو حصل مين من الأمريكان ما عملش غلطة من 30 سنة؟ لازم ينزل قانون جديد إن اللي بيتقدم للترشيح لأنه يترشح ما يحاسبش من حياته أكتر من 10 سنين أو 15 سنة إلا إذا كانت جريمة. يعني تتحط حدود وقوانين بحيث إن ما تطلعش واحدة تقول له من 30 سنة أنا كنت راكبة طيارة وأنت عدتني. ما هو في ناس كتيرة جدا كويسة وكف لكن خايف يدخل البيت خايف معته وعياله يعرفوا اللي عملوه من 25 سنة مزبوط. ومن 30 سنة وده ما ينفعش. عشان كده الناس مش لاقية يعني عدد اللي عملوا أخطاء مش بسيط وخايفين يتقدموا. دي نقطة. النقطة الثانية ترامب ما عرفش يعرض القضية بتاعته مع المكسيكان. لو كان عمل كليب للناس اللي بينطوا من عصور واللي بيقصوا الأسلاك واللي بيهربوا في القطارات وشفنا المناظر دي كتير وبعدين يجيب إحصائية للي في السجون. الراجل بيقول اللي دخلوا الليجل يعني مين بلد تقبل ناس تخش الليجل زي أمريكا ويبقى في عندنا ناس دخلت أمريكا الليجل 11 مليون. بص على إحصائيات السجون 50% من المساجين هم المكسيكان والكراجل أسرع 2000 منهم نسبة كويسة. بيتكلم على الليجل. احنا لا ما حاولناش نبص على كلمة الليجل وقالوا المكسيكان. لو حاولوا يعملوا كليب مصاريف السجون بأعتقد 80 مليار يعني اتقالت أرقام خيالية. لو يجيبوا مناظرهم هم بينطوا وبيهربوا وإزاي دخلوا البلد والمصاريف اللي بتتكلف البلد وحالتهم شكلها إيه كانت ساعدته جدا. أنا عن نفسي مقتنعة جدا باللي بيقوله اللي عمال بيقول مش ما ينفعش ومش غلط. أقول له أنت مش عايز حتى تفهم القانون. ما فيش بلد في العالم بتقبل واحد يخش الليجل ده لا معاه باسبور ولا معاه مهنة ولا معاه شهادة. يعني هيسرق وينهب وينصب وعندنا المشاكل دي في البلد كتيرة جدا ومكلفانا ملايين وبلايين ومليارات الدولارات. صح. النقطة الثالثة اللي عايز أقولها بالنسبة لهيلاري احنا شفنا إنها دخلت مع العرب يعني احنا عرفنا دلوقتي وصلنا إنها واحدة منهم وهم عشان كده بقت مسندينها والإيميلات اللي حرقتها وعملت لها بليتش فيها بلاوي كتيرة جدا عن اللي كانت بتعمله ومصايب احنا يعني مش قادرين نعرفها بس ربنا حب يفضحها. السكرتيرة بتاعتها لما طلعت 600,000 جنيه وهم حاولوا يداروا عليها. يعني احنا بنتمنى ان القضية دي تتفتح تاني وتطلع الست دي ونشوف قد ايه هي كوربت. يعني اوريدي لما تقدمت وهي في الوضع اللي هي فيه 50% في الحقيقة ان احنا هنتكلم برضه على الموضوع ده هل من مصلحة البلد او مصلحة ترامب ان هو يفتح
او اعاده التحقيق معاها في موضوع الايميلز والحاجات دي، ولا يتقفل على الموضوع ده وما فيش داعي نقوله. اشكرك على معلوماتك القيمه جدا، و نرجع للبانل بتاعنا تاني. في حاجه من الحاجات برضو اللي خليته كسب، ان هو كان عنده مسج صريحه جدا، صريحه جدا وبسيطه جدا، دخلت قلوب كل الناس. نتفرج على سوره نمبر 7، وان هو ميك امريكا جريت اجين، انك تخلي امريكا عظيمه تاني، بقدم الحلم لامريكا ان امريكا تبقى هي. لا مشكله، وصلت لكل الناس. سيان كنت يبقى اديني 8، يبقى اديني الثانيه، الصوره الثانيه. خلت كل الناس بالظبط هي ميك امريكا جريت اجين. يعني المسج بسيطه لكنها عميقه في نفس الوقت، لا معنى كبير. دخلت في قلوب كل الناس، سيان كنت غني او فقير، عايش في المدن، عايش في الريف. وده اللي بيقولوا انه كلينتون عمرها ما كان عندها مسج صريحه، ايه هي اللي عايزه تعمله بالظبط، وما فيش شفافيه. ما فيش تحت الكلمه دي في حاجات كتيره تتعمل، يعني زي ما اخت منى قالت، ان احنا نحافظ على الحدود بتاعتنا، ان احنا نبدا نبص ايه اللي معطل اقتصادنا. اذا كان في اتفاقيات دخلنا في اتفاقيات تجاره دخلنا فيها وما هيش في صالح امريكا، يبقى لازم نبص لها تاني ونعدلها او نلغيها. نبص على الناس البسيطه اللي بتشتغل في كل حته دي، والليجلز بيجي ياخدوا وظايفهم وبيعمل تحت المسج دي. في معاني كتير كتيره جدا، ممكن تكتب كتب في الموضوع ده. ده بيتهيألي من اكتر الاسباب اللي خلت الناخبين اللي عمرهم ما بيطلعوا ينتخبوا بدأوا يطلعوا. الناس اللي هم زي ما قلنا الموجودين في القرى وبتاع اللي كانوا مهملين بدأوا يطلعوا. ليها تأثير كبير جدا، كان على الناس البسيطة والمتعلمة والغير متعلمة، حط فيهم النخوة. وخاصة انه اوباما خد امريكا تحت، يعني بعد ما كنا يعني في 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 افتكر الكوت او القول اللي بيقول في عهد اوباما اصدقاؤنا لا يثقوا فينا واعداؤنا لا يخافونا ولا يحترمونا بالظبط، يعني هيبه امريكا اصلا نزلت للحضيض. فده خد الموضوع ده وراح طالع بيه وقال اعمل كل ده. ويعني حتى اضافه صغيره كده، ان المزاج بتاع المواطن الامريكي يحب الرئيس القوي طبعا، مش الرئيس الضعيف. يعني الرئيس القوي بيفتخر بيه وبيبقى كده عنده زهو ان رئيس امريكا قوي، وبالتالي امريكا قوي بالظبط. هو بيسموه بيحب دايما يبقى منتصر بالظبط في كل، في رئيسه، في شعبه، في سياسته، في اي حاجه بيدخل فيها لازم يبقى نمبر 1. يعني كتير قوي لما تبص حتى في المسابقات لما عداء مثلا امريكا يبقى نمبر 2 يقول لك وفي بلاد تانية نفسها تبقى نمبر 3، لو تقدر تبقى نمبر 3 يبقى حلم كبير. اعتقد ان دي كانت من الحاجات اللي شدت او هزت النخوة الوطنية في ناس كتير جدا. عطى اهتمام للميدل كلاس، زي ما بدل ما كانوا بيكوموا عليه كل حاجة، يعني يدوا زي بقول لك 130 مليون بيشتغلوا في البلد دي، 106 على الولفير، 106 مليون على الولفير. معناها لكل واحد بيشتغل هو بيعول واحد على الولفير، وبالتالي بيعلوا عليه التاكسس، ويبدأ يبص على رجال أعمال ويزود عليهم التاكسس عشان يبدأ يصرف على كل ده. اللي كنا قلناه حلقات طويلة كتير خالص، انه الديمقراط عايزين الناس تبقى فقراء ونديكم عشان ينتخبونا. كل انا مش تقال الديمقراط دول they don't work for the best interest of the United States، يعني ما بيحبوش امريكا صحيح. لا يعني لو اي واحد يحب امريكا هم حمام الكرسي، حمام الكرسي والانتخابات، واحنا نفضل على الكرسي. عايز يعني زي ما دلوقتي لما ترامب قال انه النفتة نعمل نيجوشيشن، اوري لك انه الناس خدت كلامه ثقة. المكسيك وكندا اوريدي طلبوه في التليفون وقالوا له احنا مستعدين نقعد معاك عشان نعمل رينيجوشيت، ممكن نعيد يعني ونراجع من كلام بس اللي قاله انه النفتة ده هي مش في صالح امريكا،
على هم نفسهم جم طبعا. ما انت كان عندك اوباما لوزي نيجوشيتور يعني معروف. مش لوزي نيجوشيتور، ضعيف الشخصيه. ضعيف بالظبط يا هو كان عايز حاجه خالص. الناس ما بتخافوش، ما بتعم... شوف ده كلمه واحده، ده بيفكرني بريكا. هي مش موضوع على فكره خوف بمعنى الخوف، لا 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 احترام. الاحترام لا، وعارفين انه هو الجديه، الجديه ان هو هيعمل انت لو يعني بالمكانه بتاعتك وشخصيتك انا بحترمك كدوله خلاص. وهو عارفين اصلي انه لما بيقول حاجه هينفذها بالظبط. حصل كمان في اوروبا، في اوروبا في الناتو بدأوا ينيجوشيت ان هم يبداوا يدفعوا جزء من تكاليف بدل ما بس امريكا اللي بتدفعها. شوف هو اللغه بتاعته بكل المقاييس لغه جديده، جديده ما حدش قالها من سنين صح. يعني انا ما يعني ما نفتكرش ان في رئيس امريكي قبل كده كان بيقول او بيتكلم باللغه دي. فلما بيجي واحد وما عندوش الخبره السياسيه دي جت لمصلحته ان هو بيتكلم فعلا على المفروض يحصل. فاللغه الجديده دي بتشد ناس كتير جدا، الناس اللي عايزه ايه بقى؟ اللي عايزه المصلحه العامه مش المصلحه الخاصه، لان هو طبعا في ناس بتبص لمصلحتها الخاصه بس. كمان سبب كبير قوي هو الميديا، الميديا بانها بدات الميديا دي قصه كبيره جدا دي ساعدته اكتر. انت عارف ان موضوع الميديا ده عارف الانتخابات دي بقى يا استاذ نبيل، الانتخابات دي واللي حصل فيها النهارده سابت اثر سلبي سيء جدا في الاعلام، على الاعلام في جميع انحاء العالم حتى في مصر. يعني الناس في مصر عرفت، قال لك ده كان في امريكا بيضحكوا عليهم يبقى احنا اللي بيعملوه هنا برضه نفس الشيء. فموضوع الميديا ما كانش يبقى في مصداقيه بيفقد ثقه الشعب وبتهمله، وده فعلا اللي حصل. يعني انا عجبني مثلا لما اثناء الحمله ايوه وجه بتاع مذيع الجزيره عايز يعمل معاه حديث وبتاع، قال له لا خلاص يقول جن، ما حدش كان يقدر يتكلم باللغه دي بالزبط. او ما حدش يقدر يسلك السلوك ده وهو عارف انه ممكن يغضب قناه زي كده وراها دوله، والدوله حليفه ولهم قاعده فيها بالزبط. ده لسه موضوع القواعد ده جاي دوره هو يعني كان دايما لما بيقف يعمل رالينج ويتكلم على الميديا، شوف الميديا دول الكذابين اللي هم مش بينهم، مش عايزين يوروا الناس في قد ايه حاضر، عمره ما بيركزوا على الناس قد ايه، على وشي انا بس. ايوه بالظبط آه. وكان بيقولهم كتير ده كل مره، كل مره حطوا الكاميرات على الناحيه الثانيه وشوفوا قد ايه الناس اللي موجوده عندنا. هو شخصيه مختلفه. سين كمان عملت له يعني تروح على السين ناو امبارح، قالت لو ترامب نجح الستوك ماركت هيحصل فيه ويحصل فيه. دي حاجه تانية دي طبعا. انا خفت جدا، انا توقعت تاني يوم يعني في نفس اليوم الانتخابات كان بيتكلم على فاكس بيزنس، كانوا بيتكلموا انه الكوموديتي ماركت الفيوتشر نزلت ونزلت، انا شايف السهم حاجه، فبيقول لك ده بكره الستوك ماركت هتنزل مثلا 1000 والناس كلها طلعت تبيع، طلع تاني يوم 150، طلع لا اكتر 200 وشويه، 150 اول ساعتين بعد ذلك اليوم كان طلع 200. اليومين اليومين دول نفس، قال لك في اليومين دول ما فيش مره حصل في التاريخ بعد انتخابات رئيس، انتخابات الرئيسيه تطلع حوالي 500 هي الذبذبه اللي حصلت دي لمده يوم او نص يوم نقدر نقول نص يوم. ناتج عن ايه؟ الاعلام أيوه. واستطلاعات الراي ايوه. انت عارف الراجل بتاع البورصه ده ترمومتر، قال لك ده كل الميديا بتتكلم ده هيعمل وهيساوي بتاع الحاجه، فمن هنا بيحصل انهيار. لما بيعرفوا بقى ان الموضوع مش كده لا بتطلع تاني. وبعدين يعلمك دي في اول انتخابات في امريكا ان الستوك ماركت فيها يعني معظم الوقت يا ينزل يعني بيحصل سمول دروبس يا تاني ستدي. اللي حصل هنا تاني يوم 150 200 تاني يوم لا طلعوا 500 يعني في خلاص سيديز من يوم ما نجح لحد النهارده الجاز نزل 30 سنت ودي عمرها 30 سنت دي حاجه عمرها ما بتحصل يعني تم في تم في تم ديت ما بتشوفهاش قبل كده، اقصى حاجه تشوفها. لكن الراجل الناس بثقت فيه والاقتصاد ابتدى يثق فيه. خدوا بالكم يا جماعه الراجل ده بدا بمليون دولار، النهارده بتتكلم عنده استثمارات في جميع انحاء العالم بالظبط. وبتتكلم مش محتاج ده الراجل هينزل بمستواه، هينزل طبعا هيسيب القصر بتاعه هيروح يقعد في بيت، ده هيقعد فين؟ ده هيقعد في المطبخ ده بالنسبه له يعني الراجل متنازل. هو الراجل قال لك مش هاخد مرتب، يعمل بيه 420 400000 ولا بتاع 500000 420 وحبه طاقات. انا صعبان عليا بس ابنه هيسيب القصر الكبير ويروح الوايت هاوس، ما بقول لك هيلعب في الجنين، هيجيب اصحابه بقى بالطياره بتاعته له انا هقعد النهار هسوق اطير هو البيت لاصحابه يلعبوا فيه. هقرا لكم كود جميل قوي زي يعني قريته لبيتر ثيل، بيقول انه the press took Trump literally but not seriously، بمعنى صح ان الصحافه خدته حرفيا وغير جاده او بطريقه غير جاديه، ولكن
but or while the people took Trump seriously but not literally. يعني الناس خدوه على على محمل من الجد او جديا ولم ياخدوه حرفيا. فكان كل اللي بيقول يعني من الحاجات اللي دايما بقولها حتى نقول حبني السور وخلي المكسيك تدفع, هي مش معناها انه هاخد منه فلوس مش بالمعنى ده ندفع للمقاول نو انه المكاسب اللي هاخدها منهم اقتصاديا هتغطي تكاليف. ولا بيتكلم على انه بيتكلم على الاميجريشن وعن الليجل, هو بيتكلم على الليجل اميجريشن. اي ثينك الاخت منى قالت الموضوع ده, مش على الايميجر, مش على المهاجرين. هو عمره ما اتكلم على المهاجرين الرسميين, هو اتكلم على الناس اللي بتيجي غير قانونيا. ولكن الميديا دايما تقلبها من غير قانونيين على انهم مهاجرين. فطبعا بيخوف كل الناس, المهاجر العادي والغير العادي او الرسمي والغير الرسمي. لكن بقول لكم كوت جميل جدا, the breath or the press took Trump literally but not seriously while the people took Trump seriously but not literally. I think it يعني شرحت ايه اللي حصل او تأثير الهجوم الكبير ده من الميديا عليه, ازاي هي تعكست مع الناس وحسوا فيه, حسوا الغش اللي موجود في الصحافة دي. جميل جدا. تعالوا نتفرج بقى على فيديو نمبر 2 اللي فيه السبيتش بتاع الفيكتوري بتاعه, واحنا جبنا منه حتة قبل كده بس ما علقناش عليه بصراحة, لانه كانت لحظة جميلة جدا ان هم يعلنوا الاول ان هو لاول مرة الرئيس المنتخب ترامب داخل. فنتفرج على نمبر 2 ونشوف لوكي العظمة والمنظر الجميل وهو داخل هو والفاميلي بتاعته. نتفرج بعدين نعلق بس على المشهد ده. It is my high honor and distinct privilege to introduce to you the president elect of the United States of America, Donald Trump. Sorry to keep you waiting. Complicated business. Complicated. Thank you very much. I've just received a call from Secretary Clinton.
She congratulated us, it's about us, on our victory. And I congratulated her and her family on a very, very hard-fought campaign. I mean, she fought very hard. أنا في الحقيقة كان نفسي إن نتفرج على كل السبيتش بتاعه الساعة 35 minutes وإحنا عايزين نتكلم عايزين نسمع تعليقاتكم في الجزء ده يعني بس بيدينا فكرة عن الخطاب بالصفة عامة. إيه رأيك في الخطاب ده أو في الآن في الخطاب؟ الخطاب ده خطاب هاي اللي يبين لنا إن هو he can act president any time he wants. وبعدين شوف التواضع بتاعه نزل وسلم على الفايس بريزيدنت وعيلته وبعدين جه في الاخر بعد ما خلص ما طبعا ما شفناش لما خلص الخطاب بتاعه رجع للفايس بريزيدنت وعايزه يجي عشان يتكلم بالظبط طبعا قال له لا خلاص انت خلاص اتكلمت انت ما تقدرش تتكلم بعديه يعني اوري لك التواضع بتاعه وبعدين هو وعيلته يعني عيله الواحد يفتخر بيها يعني وطبعا ظهر الحكايه ده هي طول مده الكامبين الدعايه الانتخابيه كانوا ناس مؤدبين جدا ويعرفوا يتكلموا كويس وطبعا يعني اي واحد صح مش مربي اولاده مدلعين وغناي بالظبط وابنه قال الكلام ده هو قال ده كان بيخلينا نسوق التراك لما بيبنوا حاجه في المواقع نسوق التراك عشان يطلع من التحت للفوق وبعدين اي واحد بيعرف الاب والام دول منين لما يعرف يشوف ولادهم بالظبط يعرف انه دول ناس فعلا كويسين لان ربوا عيالهم ناس كويسه كويس. فالكلام اللي اتقال عليه وقت الانتخابات ده هو ده كله كان كلام غلط في غلط لان الديمقراط هم اللي طلعوا عليه طبعا كجزء من الدعايه الانتخابيه استاذ رافع ايه انطباعاتك على الخطاب ده هو طبعا التون بتاعه اتغير عن الاول صح. يعني الاول كان بيطلع يلوش ده بيلوش يا يعني بلغه البيزنس كده اقول لك ايه جبتها منين يلوش دي ما هو انا خدتها منه بس هو ترجمها بالعربي يعني فهو التون بتاعه ابتدى يتغير وابتدى الادفايزر بتاعه يفهموه ان انت يعني حاول يعني تبقى مور رزينا بتتكلم على اكبر رئيس دوله في العالم ما هوش اي حاجه يعني فطبعا التون بتاعه اتغير الاسلوب بتاعه ابتدى يتغير طريقه كلامه عن هيلاري ابتدت تدي له احترام من الناس اكتر يعني الاول كان بيقول لها هيلاري وانت كذابه وانت كذا ما كانت حتى بيعمل معاه مناظره يقول لها كذب لاير وانت شودين بين جيل وشودين بي هيرنا ونحكمك ولاك يو اب ولا اخره النهارده بيقول لك السكرتيري اوف ذا ستيت ولا اخره فبيديها برضه مكانتها ومجهوداتها اللي عملتها من اجل البلد يا وقال لك طبعا حتى يعني لو احنا كملنا بقيه الخطاب بتاعه قال لك لو انا في مكانها كنت هزعل وهي برضه لو في مكاني هتزعل لكن هي ادت اللي عليها ولا اخره هو النهارده ابتدى يتماسك وابتدى يحس ان هو رئيس دوله الشغل اللي كان بيقوله قبل كده والكلام اللي كان بيقوله قبل كده على اثناء الانتخابات وطبعا احنا عارفين اثناء الدعايه الانتخابيه بيطلع كلام كتير زي ما حصل مثلا يعني الواحد ساعات بيستعجب اللي حصل بين اوباما وبين هيلاري ياما دبحوا الاثنين في بعض بالظبط وقالوا كلام على بعض وهو وجابوا حتت من مقاطع من لما قالوا على بعض 2012 في 2012 ورجع في الاخر خدها معاه وزيره خارجيه يعني هي السياسه الامريكيه او بمعنى اصح السياسه عامه لعبه من اقذر لعب في الدنيا هو لعبه السياسه مش ليه مستقره هي كلها كذب وكلها لف ودوران وكلها احتيال والنهارده حبيبي انت معايا على الترابيزه طالما بنتفق على حاجه بكره انت تبقى عدوي شوف مثلا النهارده هو بيعمل الكامنت بتاعته كان حاطط كريس كريستي وفي ثانيه واحده العمليه قلبت معاه وراح جايب بنزيما مكانه هي السياسه كده السياسه ما فيهاش يعني لويالتي كلها سياسه مصالح انا مصلحتي فين امشي فيها فطبعا احنا نتمنى له النجاح ونتمنى له ان هو لان نجاحه من نجاح امريكا ونجاح العالم كله لان صح. امريكا بيحصل فيها مشاكل بتاثر على العالم كله وطبعا لسه بقى مواضيع مصر نتكلم فيها طبعا اذا تاح الفرصه استاذ مجدي ايه انطباعاتك على الفيكتوري سبيتش اللي قاله ده والله هي كشفت لنا جزء في شخصيته الناس ما تعرفوهوش او ما سمعتش عنه ما شافوهوش ايوه يعني في الكلمه اللي قالها وفي الاسلوب اللي كان بيتعامل بيه اظهر لنا اداب الانتصار يعني ازاي الشخص المنتصر يتعامل وعنده ثقه بنفسه طبعا قويه جدا ما هوش مهزوز وفي هذه الحاله الطريقه اللي بيتصرف بيها بيعلمنا منها اداب الانتصار ازاي بيذكر الخصم اللي كان في بينهم حرب كلاميه على اعلى مستوى
فبعد الانتصار في اسلوب معين المفروض ياخده، ما يبقاش فيه تجريح، ما يبقاش فيه كلام خارج. انا ما اعرفش لو كان العكس هل كان هيبقى كده برضو؟ يعني كان هيبقى الاسلوب يمكن اشرس شوية أو الشخصية. لا الشخصية اصلها نجحت فهو شيء وانا كيد يعني الواحد بينجح خلاص. لا يعني مثلا يعني لا يعني في بعض الناس مثلا بتنجح ضد حد يقول لك واحنا زي ما قلنا عملنا واحنا وصلنا ده محمد موسى يعني ده محمد موسى الشرعية بقى ده. انما هنا انا الحقيقة عجبني جدا الاسلوب والادب وفي كده اخلاق بيبينها في حضارة ودي يعني بلس لي وبتبين في المستقبل هيبقى اسلوبه ازاي بالظبط. انت عارف بالحتة دي حتة فن يعني انت عارف يوم ما نجح محمد مرسي شوف الفرق يعني حتى بس كده نطلع من الجو ده شوية اتصل بيه الفريق احمد شفيق علشان يقول له مبروك يعني الراجل انت عارف احمد شفيق راجل كلاس يعني التاني شاف النمرة مرضيش يرد عليه 3 تايم يا راجل حتى قال على الهواء مرة لك انا اتكلمت بعد ما نجح وبيهنوه بتاع له انت حد اتصل بمحمد عشان تفتح التلفزيون يعني يا كده محمد يعني ده مصر يعني في الفترة دي كان في مهازل انا صعب عليا من بركات صعب عليا ابنه هو اكيد صحوه قالوا له البس ولبسوه دي من كمان من الحاجات الجميله جدا انت تشوفه بقى وهو الناس بتسقف وهو بيسقف بس بيسقف ايه وعاوز ومبسوط قوي وعينيه بتقفل بس يعني مش قادر يا عيني عينه بتفتح وتقفل وهو بيسقف. في جزء من الحديث انا ما شفناهوش ان هو طالب انه نتجمع كلنا بقى ونبدا نبقى ايد واحده ونبدا نخدم البلد وده جزء تاني اللي هو بدا يصلح الشقاقات او الخلافات اللي حصلت وده طبعا او صح يضمم الجروح اللي حصلت هو الانتخابات دي الانتخابات دي اثناء السخونه بتاعتها عملت انقسام طبعا يعني المجتمع الامريكي كان منقسم وما زال في لا المنقسم من 8 سنين فاتت مش يعني بس في اثناء الحمله هو اوباما اللي هو قسم واللي بيزود الانقسام الطريقه اللي كانت وسائل الاعلام كلها الميديا هي الميديا زائد يعني رئيس الدوله هو في الحزب ممكن يعني يتكلم عن المرشحه ولكن لا ما يروحش ويعمل انا يعني هو كنت متخيل يعني انه يسافر ويروح ويبقى من المسؤولين عن الحمله بتاعتها او يشارك في الحمله لا يعني كان الناس مثلا يخش اللجان ويقول لهم بقى انتخبوا انت عارف انت ليجالي غلط ان دي فلوس البلد ما تنفعش يعني تيجي بصوت التاكس باير ماني يعني هو فين الحياديه يعني الروح والحرس اللي وراه والحاجات اللي وراه والعربيه يعني موقفه محرج عارف لو هو مثلا كان بيعمل كده مع مرشح جمهوري يعني غير ترامب يعني اي يعني وهو متوافق عليه كانت تبقى مبلوعه ان هو مثلا مقتنع بيه او كان فيه هيستوري بتاع انما انت ده الحزب بتاعك ودي نفس يعني كانت شغاله معاك فانت النهارده بتفقد مصداقيتك بان انت بتعمل التمييز ده وانت رئيس الدوله وبتسخر امكانيات الدوله yes. في خدمه مرشح معين yes. ضد الاخر yeah. عموما ده برضو من الحاجات اللي الناس خدت بالها منهم واعتبروها ان هي جزء من المؤسسه الفاسده وبالتالي يعني برضو ما اختاروهاش ده جزء منها برضو يعني ان رئيس الدوله يروح يعمل دعايه ليها وضحها اكتر لان هو من الحاجات برضو المسج اللي بعتها انه انا بره الفساد ده انا بره واشنطن انا ما ماليش لحد ليه عليا فضل ولا حد طالب مني ولا كاسر عيني فبالتالي انا بره المنظومه الفاسده اللي موجوده ودي كانت عامل كبير جدا في نجاح فهو اوباما في الحقيقه على فكره اوباما كل واحد راح له وعمل له كامبين سقط في عدد من مبروك حتى لما راح للدوره الاولمبيه سقطنا برضه لما فحد قال له من فضلك اقعد في البيت مفيش داعي تيجي عشان ناخد تنظيم الدوره الاولمبيه. استاذ نبيل لازم تعرف حاجه الراجل ده في الثمان سنين هات لي يعني احنا عشنا كام رؤساء هنا من 30 سنه ما يوم ما جينا هنا هات لي في ال 30 سنه دول شفت أسوأ حكم حصل في تاريخ امريكا زي ما حصل في 8 سنين اوباما طبعا في شك مين كان يتخيل اللي احنا وصلنا له في اوباما كير واللي وصلنا له في تعامله مع الاخوان واللي عمله في الميدل ايست واللي عمله في العراق واللي عمله في ليبيا واللي عمله في اليمن واللي عمله في الجزائر يعني الراجل ده ما سابش حته وبعدين تيجي النهارده تقول له طب سمي لي داعش حاجه هي كانت طب انت بتقابل الاخوان ليه
كان. طب النهارده انت هتطلع من الحكم، طب ال 7 مليار ده هتسأل فيهم ولا مش هتسأل فيهم؟ لا مش هتسأل فيهم. لا طب انا اتوقع هيطلع هو وهتسمع هيعمل نفس اللي عمله ترامب بيل كلينتون، هيعمل فاونديشن. هم كله بعدين ده سماني ميكر، واي بليف كمان انه مراته هتعمل زي ما عملت هيلاري كلينتون، هتسوي زي ميك ماني. ده دلوقتي ده انا قريت دلوقتي لسه قاليها النهارده، دلوقتي بيل كلينتون بيل وهيلاري بيجهزوا بنتهم دلوقتي عشان تبقى كونجرس في نيويورك، واشتروا لها بيت جنب البيت بتاعها. اه هو لقوا انها يعني بيزنس فاميليز بيزنس. انت بص لجورج بوش الكبير جاب ابنه، بيل كلينتون جاب مراته، ده بقت فاميلي بيزنس. احنا عايشين في مصر، مبارك واولاده يعني فعلا بقت عمليه. هل امريكا بقاش فيها حد خالص؟ انا اعتقد ان ترامب يمكن يعني يعمل تغييرات في المواضيع دي. هو هيعمل سمول جوفرمنت، هو ده اهم حاجه عايزه، ومش عايز الجوفرمنت تقول للناس تعمل ايه يعني. الناس سبيكن اوف ذس، وبعد ما خلص مع اوباما، انتوا عارفين ان هو في الحقيقه ان هو اتقابل مع اوباما في الوايت هاوس، نتفرج على فيديو نمبر 3، وده جزء من تسليم السلطة بطريقة سلمية. بتبص فيه هنا الحضارة اللي موجودة في هذه البلد، انه الرئيس اللي ماشي بيستقبل الرئيس اللي جاي، ومراته بتستقبل مراته، بيبدأوا حتى يوروهم الوايت هاوس، ويبدأوا يبقى في تعاون بينهم وبين بعضهم في سبيل انه كل حاجة تتنقل بسهولة وبثموز من غير ما يكون في اي تعقيدات، وما بيخبوش حاجة في بعض، لانه مصلحة البلد هي الأهم. نتفرج على فيديو نمبر 3، وبرضو نشوف الاتيتيود بتاع ترامب وهو قاعد جنب أوباما. Well, I just had the opportunity to have an excellent conversation with President-elect Trump. It was wide-ranging. We talked about some of the organizational issues in setting up the White House. We talked about foreign policy. We talked about domestic policy. And as I said last night, my number one priority in the coming 2 months is to try to facilitate a transition that ensures our president-elect is successful. And I have been very encouraged by the, I think, interest in President-elect Trump's wanting to work with my team around many of the issues that this great country faces. And I believe that it is important for all of us, regardless of party and regardless of political preferences, to now come together, work together, to deal with the many challenges that we face. And in the meantime, Michelle has had a chance to greet the incoming First Lady, and we had an excellent conversation with her as well, and we want to make sure that they feel welcome as they prepare to make this transition. And most of all, I want to emphasize to you, Mr. President-elect, that we now are going to want to do everything we can to help you succeed, because if you succeed, then the country succeeds. Please. Well, thank you very much, President Obama. This was a meeting that was going to last for maybe 10 or 15 minutes, and we were just going to get to know each other. We had never met each other. I have great respect. The meeting lasted for almost an hour and a half, and it could have, as far as I'm concerned, it could have gone on for a lot longer. We really we discussed a lot of different situations, some wonderful and some difficulties. I very much look forward to dealing with the president in the future, including counsel. He explained some of the difficulties, some of the high-flying assets, and some of the really great things that have been achieved. So, Mr. President, it was a great honor being with you, and I look forward to being with you many, many more times in the future. Thank you, sir. Thank you, everybody. We are not going to be taking any questions. Thank you, guys. Thank you. Here's a good rule. Don't answer the questions when they just start. It's always the last one. Come on, guys. Yeah, come on, guys. Let's go.
very, very good man. Thank you, guys. Appreciate it. Thank you. ده جزء بقول لكم من تسليم السلطه بطريقه سلميه بين الرئيسين. بيتكلموا وفي الحقيقه كان المفروض يقعدوا حوالي 30 دقيقه, قعدوا ساعه ونص. وده برضو بيرجع تقريبا كل حد بيقعد مع ترامب بيحصل معاه كده. يعني حصل كده مع السيسي, فاكر كان المفروض يقعد 30 دقيقه, قعدوا مش عارف ساعتين وساعتين ونص ولا يعني حاجه. احكي لك على اللي حصل في الموضوع ده. يعني انت كمان كنت هناك؟ يا طبعا بتخوفني انت استاذ رافض. بس ماشي انت في القعده دي في بادي لانجوج لو انت تلاحظ. طب قول لي بادي لانجوج. شفت انت ايه في القعده؟ انا شايف ان اوباما يعني طريقته وحركات ايديه ووشه في الكلام متعصب, ما هوش مجبر يعني على القعده دي. مجبر يعني, ومش يعني بيعمل حاجه مش عايز يعملها, مش بحب كده. بس لسوء حظه ان التاني بيزنس مان. ايوه, فبيزنس مان سايبه خالص كان في مثلا يعني نقاش في صفقة, هو سايبه يقول كل اللي عنده وهو بيتعامل معايا على القد بالظبط, ما بيديش بياخد منه, بياخد بس منه. لكن البادي لانجوج بتقول ان اوباما مش طايق الراجل ومش طايق النتيجة, وانما مضطر ان هو يتعامل كده لان ما عندوش بديل, ما عندوش مفر بالظبط. والتاني مش عاوز ان هو يبقى يعني او اسلوبه عاوز يخليه طبيعي بقدر الامكان علشان يحسن او ما يبقاش صورته قدام الصحافه بقى اللي بتصوره الكلام ده غير طبيعي يعني. انما بادي لانجوج واضحه قوي قوي قوي, مفيش كيمياء, مفيش قبول, لا مفيش قبول. فده اللي حصل. وبعدين بالمناسبه دي اسرع مره رئيس حالي يدعي رئيس منتخب بعد تاني يوم يقعد معاه. تقريبا جورج بوش قعد لغايه شهر او حاجه بعد كده لما دعا اوباما ان يجي في البيت الابيض. ف كانت رحلة موفقة بالنسبة لترامب. بعديها راح على الكونغرس, تعرفين اللي راح واشنطن الوايت هاوس, يعني فيري قريب جدا من حوالي مايل اواي تروح للكونغرس للبيلدينج. وراح هناك وتقابل مع راين. نتفرج برضو على فيديو نمبر 4 نشوف, وهقول لكم أهمية لقائه مع راين لأن كان في قلق كبير في الحزب الجمهوري. فأي ثينك هو بيحاول يصلح كل التصدعات اللي حصلت من خلال الحملة الانتخابية. اتفرج على فيديو نمبر 4 بليز. Let me just say how excited we are about these opportunities for the country. We had a fantastic productive meeting about getting to work, rolling up our sleeves and going to work for the American people. Donald Trump had one of the most impressive victories we've ever seen, and we're going to turn that victory into progress for the American people, and we are now talking about how we're going to hit the ground running to make sure that we can get this country turned around and make America great again. Well, thank you very much. And Mr. Speaker, it's been an honor. We had a meeting. I met with the President, as you know, before. That was an excellent meeting. We just spent quite a bit of time together. I think we're going to do some absolutely spectacular things for the American people. We look forward to starting. In fact, truthfully, we can't get started fast enough. And whether it's healthcare or immigration, so many different things, we'll be working on them very rapidly. I think we'll be putting things up pretty quickly. So we had a very good meeting, a very detailed meeting. And we're going to lower taxes, as you know. We're going to fix healthcare and make it more affordable and better. في خلال في مدة الانتخابات كان حصل بعض الكلاشات بين راين, هو رئيس مجلس النواب ويسموه speaker of the house, وده احد الغرفتين اللي بتكون منهم الكونغرس. فكان من اهم الحاجات لازم يعملها ترامب ان هو يبدأ يتلاقى تاني مع الكونغرس ويبدأ يبقى فيه خاصة ان الكونغرس بتاعه يعني الجمهوريين هم اللي واخدين الغالبية. وحلاقيه برضو حنوريكم في الفيديو اللي وراه بتاع 5 ان هو راح برضو لمجلس الشيوخ وقعد مع مكارن اللي هو رئيس مجلس الشيوخ. نتفرج على فيديو نمبر 5. وده جزء كبير جدا من انه يبدأ ياخد او يبدا يتفق مع الكونجرس على الاجنده اللي هو عايزها, ويبدا يحط تطلعاته ورغباته وطلباته
ويبدا التانيين برضو يتعاملوا معاه على هذا الاساس. بمعنى صح هذه الاجنده بتاعتي ودي اللي احنا عايزين نشتغل عليها. فدي كانت بدايه الاجنده اللي هنتكلم عليها. نقول ايه هي اهم حاجات هو عايز يعملها في اول 100 دايز وبعد كده بنحصل. نتفرج برضو على هو في الحقيقه ما جابوناش غير لانه هو طالع من الميتنج في الموضوع ده. نتفرج على نمبر 5 بليز. ده اللي زي ما شايفين ده كان طالع من ميتنج قعدوا تقريبا ساعة ونص ميتنج مع بعض. ومهم جدا ان هو يقعد مع رئيس الغرفتين عشان زي ما اقول لكم يحط السياسة اللي عايزها ويبدأ يشوف او يطلب منهم انهم يتعاونوا معاه. وطبعا هيتعاونوا معاه لان هم في نفس الجبهة يعني ما همش متعارضين. لكن مهم جدا ان احنا نشوف ازاي تداول السلطة وازاي بداية التحضير للحكم. ان هو قدامه دلوقتي فترة شهرين في خلالها بيبدأ يكون الحكومة بتاعته بيبدأ يبني علاقات ويبني بريدجز زي ما بيقولوا مع الهيئات المختلفة اللي موجودة. ويدخل بقى يوم 20 يناير كل حاجة تقريبا جاهزة ويشتغل على طول ما يبقاش لسه في وقت يضيع في حاجات كتيرة. الحاجات الظريفة قوي اللي ما عرفش اذا كان معظمكم شفته ولا لا. ترامب بيركب الطياره بتاعته وكان قبل ما يروح للوايت هاوس كان طالع من نيويورك من لاجواريا ايربورت. وفرجونا على فيديو نمبر 6 هتلاقي حاجه ظريفه قوي بيعملوها ما اعتقدش ناس كتير شافتها. نتفرج عليها واقول لكم ايه اللي بيعملوه. زي ما شفتوا بيحيي كل الشخصيات الكبيره والمهمه في العالم بل ورؤساء الدول انهم يرشوا الطياره بتاعته بخراطيم الميه. زي ما شفتوا كنوع من الاحترام ومن السلوت بيسموه يعني ان هو بيقدموا له الاحترام في المطار ده. حبيت بس اشير معاكم حاجه ظريفه شفتها وانا قلت لا لازم هي جميله فعلا طبعا. موضوع الجاله هنتقابل نتكلم فيه ايه تأثير فوز ترامب على مصر. نبدأ بيك يا استاذ رافض عشان دايما بتجيب لنا حاجات مستخبية وغريبة وسيكرت. لا هو مش مستخبية ولا غريبة ولا سيكرت. إيه حاجات هل من البداية هل ده positive ولا negative؟ of course positive. positive of course. طب ليه احنا ما كنا في زيارة في مقابلة السيد الرئيس في اجتماع جامعة العامة للأمم المتحدة في سبتمبر يصير حوالي 29 سبتمبر وكان المفروض الرئيس يخطب الساعة 11 وكانت كل الاوتوبيسات جت بحيث ان الخطاب بتاعه الساعة 11 وهو خلص 12 ويطلع يحيي الناس بره. فجت المقابلة بتاعت هيلاري وبتاعت ترامب فأجلت خطاب الرئيس للساعة 4. بس بعد ما قعد مع ترامب كان المفروض الخطاب يقعد نص ساعة فقعد حوالي ساعة ونص. ده ممكن بس ان دول كان هو دول الوحيدين اللي هم اتقابلوا معاه. ده الوحيد اللي اتقابلوا معاه ودول مع ترامب كان هو الوحيد اللي اتقابل معاه. يا لان كان في ساعتها هيلاري كانوا بيحاولوا الدبلوماسيه المصريه غيروا لغه الخطاب ان تتكتب للميديا ام لوكينج فورورد تو ميت بريزنت السيسي. هي الكلمتين دول كان عاملوا عليها شويه. المهم هو لما خرج احنا واقفين بره الناحيه دي مع شويه الاعلاميين فهو عمل بصبعه كده قال يو جايز هاف ا جريت مان. على السيسي. فكلنا سقفنا له بتاع لانه كان يعني فرحان بس. فسالنا الناس اللي كانوا قاعدين في حاضرين بتاع اللي حاضرين اللقاء بينه وبين السيسي قال لك ان هو يعني مش عايز يقوم. السيسي عايز يخلص لانه عنده عشان يلحق يدي الخطاب بتاعه. هو مش عايز يقوم وفرحان بيه وبيتكلم معاه وقال له ان احنا هنبقى ايد واحده وهنحارب الارهاب وهنقف مع بعض. فكان لقاء مثمر جدا.
هي كان اللقاء بتاعها فيري طاف وفيري جاف. كانت طلبت من ان هو يفك يعني الرئيس يطلع كل المساجين السياسيين والمعتقلين ولا من ضمنهم الاخوان. فكان ردوا عليها قال لها احنا دولة مؤسسات ودولة فيها قانون وفيها قضاء، اللي بيحكم بيه القضاء انا بنفذه، انت عندكم في امريكا انت تقدر تطلعوا حد بدون حكم قضاء وكلام من ده. فاحرجها فيها وهي خارجة، يعني كان لقاء ناشف يعني هي كان فيري طف، كان فيري طف صداقة او اي لا لا حتى بونا بريدجز ولا حاجة. حتى أي. وهي خارجة بتبصلنا بطريقه عجر، عارفه واحد كده بيبقى عنده استعلاء كده ومعجرف كده. هو كان فيري فاني وبيعمل بصابعه كده، هي ماشيه اكنها يعني الرئيس فعلا القادم، يعني هي كانت عايشه الدور انها الرئيس القادم. حتى كانت في طريقه كلامها مع الرئيس السيسي، يعني الناس اللي حضرت بيقول لك ان هي يعني حاولت تحس نفسها ان هي رئيسه. فالسيسي طبعا راجل مخابرات وفاهم هو بيعمل ايه، فبيقول لك حطها في مكانها، يعني زي ما تقول حس علي عليها، يعني قال لها احنا دولة مؤسسات، ما حدش يطلب مني حاجة زي كده، احنا مش جايين نتكلم في كده، احنا جايين نتعرف على بعض بحيث ان انت لو نجحتي اهلا وسهلا بيكي، لو ما نجحتيش وستيل فريند. يعني تأثيرها بقى على السياسة المصرية، طبعا احنا عارفين ان هي نجاح هيلاري كان هيضر الميدل ايست كله بما فيها امريكا ومصر الاول، ومصر طبعا اول دولة كانت تنضر فيها، لان هي احد الداعمين للاخوان المسلمين، هي احد الناس اللي رجعت الاخوان، هي اللي حطت الاخوان المسلمين في الحكم، هي اللي لعبت مع باتريس السفيرة الامريكية في القاهرة، لعبت الجيم الكبير كله، بدليل ان هم في يوم مليان بعتوا كارتر وقعد عمل الطبخة بينه وبين خيرة الشاطر. فالحاجات دي طبعا تاريخ بيكتب عنها وعارفينها كلنا، وهي كانت عايشة في المركز الارشاد لما جت على الثلاث ايام وقابلتهم هنا وقعدت معهم هنا، وال80 مليون دولار اللي جولها من السعودية من قطر، وال100 مليون جولها من السعودية، والفلوس اللي دفعت للسي ان ان ودفعت لكل الاعلام اللي موجود هنا، ده كله ده عشان نجاحها هي، لان نجاحها كان هيغير خريطة الشرق الاوسط كله. النهاردة الطبخة اللي طبخوها مع محمد مرسي واللي عملوها مع اوباما السبعة مليار دولار اللي خد اللي اداهم للاخوان، كل ده باظ النهارده، الحلم ده كله راح النهارده. يعني كان اول حلم ليهم ان هم الاخوان تنجح، نجحت الاخوان، باظ الحلم بتاعهم لما طلع الاخوان. الحلم كان بتاع العالم لسه عنده امل جديد، بدليل النهارده ان المظاهرات بتاع 11-11، وعلى فكره كلمه 11-11 دي معناها رابعه اربعة وحايد يعني. فالنهارده الشوارع فاضيه، بقول لك النهارده المرور في مصر احسن ما عليه في ايام عاديه. انا سمعت ان هم الاخوان لغوها بعد ما ترامب بعد ما كسب. ايوه بعد ما كسب طبعا لغوها. ايوه لغوها، ده حاجه جديده بقى هيعملوها. لا لغوها، لا لا لغوا 11-11 هيعملوها ايه؟ عمان تاني 13-13 تاني. لا ما هم لغوها 13-13 يعني. خلاص الناس مش هتطلع. ده اذا جه 13-13 مش هتطلع، مش هتطلع خلاص. لا خلاص شهر 13 يعني الناس 13-13 ده جميل. الناس مش هتطلع، الناس مش هتطلع خالص، لان هم عاملينها عشان كان اتفاق بينهم وبين بعض عن طريق هيوم عابدين. انه وانس ان انا هما عابدين بوما بصح بوما عابدين هما اتش لا بوما هي بوما عابدين. عن طريقها هما اتفقوا انا هنجح في يوم 8 انتوا هتعملوها يوم 11، ولو الجيش او الحكومة المصرية او الجيش طلع قال انا هطلع واتكلم بقى واقول لا ازاي ده، يعني كانت هي مرتباها معاهم بالظبط. فيعني لو هي اللي نجحت كانت خراب على مصر وعلى امريكا، على امريكا ومصر الاثنين. يعني نشكر ربنا عشان كده كل مصر كانت بتصلي، يعني مصر وامريكا كانوا بيصلوا وجد هذا الفاينل وورد. ده دايما اقول الكلمه دي. كمان عرفنا ان هو الرئيس السيسي كان اول الرؤساء اول واحد وهو خد المكالمه، معناه انه في ود موجود طبعا. واعتقد ان ده يعني جن ريفليكت بعد كده على جود ريليشنشيب على مصر. إذا سمارت مان أنا أتوقع يعني إن ممكن ترامب يدعو السيسي أول رئيس يوم التنصيب تنصيب اللي هو 20 يناير احتمال. I mean ترامب يدعي بالضبط أعتقد ممكن. هو 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 دعا أوريدي قدم دعوة. لا الزيارة حاجة بس لا أنا لا أعتقد لا هو دعوة يزور مصر هو قدم له الدعوة. لا 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 قدم هنا ترامب قدم دعوة لنتنياهو إنه يجي يزور يزوره هنا، يعني قبله واكيد هيقدم السيسي عشان يجي قبله هنا. انت قصدك في حفل التنصيب بتاع التنصيب هيكون في طبعا بعض رؤساء دول طبعا. انا اعتقد ان ممكن يكون السيسي من ضمن ودي هتعمل يعني صوره غير عاديه مظبوط لمنطقه الشرق الاوسط كلها مظبوط. انا في ما بصيتش على الاخبار في مصر من اللي فاتوا دول. طب الشعب المصري كان فرحان جدا، كان شعوره ايه بالنسبه للفوز؟ طبعا الشعب المصري
ما عدا اخواننا الحلوين طبعا ما عدا طبعا هذول، انما الشعب المصري بصفه عامه عشان كانوا عارفين تاريخها وعارفين تاثيرها، لان هو هيلاري خلت حتى الشعب المصري يكره، هو ما يعرفش يكره امريكا ككل، صح، حتى يكره الشعب الامريكي، يعني اي حاجه يقول لك امريكا ومش عارف ايه، امريكا ومش عارف ايه. فالنهارده بفوز ترامب خلصت القصه، الفيلم القديم ده، السياسه هتتغير، هي سياسه في العالم كلها هتتغير بالظبط. وكمان اهم حاجه يعني مصر طبعا ما كانش هيبقى لو فازت هيلاري كانش الخطوره قوي على مصر، لان مصر يعني النهارده اعتقد الاستقرار ابتدى يعني، والتمكن من والجيش موجود وكل حاجه، انما سوريا تقسيم سوريا سوريا في وجود هيلاري ضيعه، انما النهارده بقى هيبقى في كلام جديد يعني في كلام جديده لسوريا بعد في حاجه كمان فستاش كمان النهارده، ان هو في هيتقدم له اول 3 ايام من حكم بتاعه هيتقدم له ان هو يحط الاخوان كجماعه ارهابيه، وكون ان يحط الاخوان دي جماعه ارهابيه ذات سيد ذا باريس بالظبط. تاني حاجه هو النهارده مش عايز ايران، هيشوف طبعا اللي حصل مع ايران، هو هيعمل تنظيم خريطه، انه شايف النهارده ان الايرانيين، خد بالك النهارده ان عندك ايران دخلت من ناحيه هنا في مشاكل، عندك في ليبيا مشاكل. تاني حاجه النهارده هيقف قدام تركيا عشان عندك الاكراد الناحيه الثانيه عايزين يعملوا دوله، هي في الموازين كلها هتبقى، هو لازم بقى هو هيظبط دي كلها، لازم يظبطها كلها. مين بقى ظهره اللي هيقف معاه في الشرق الاوسط في الموضوع ده؟ هي مصر. فهو يهمه النهارده بعد تبع حرب داعش، اذا ما قضاش على داعش في اول 3 4 اشهر من حكمه يبقى العمليه باظت من ايه يعني. هو الميزه يعني بنتنبأ خير لمصر في على المنطقه كلها، لان هيبقى في تفاهم بينه وبين روسيا يعني هو قبل كده العلاقه ما بين امريكا وروسيا كانت في أسوأ حالتها خلال الفتره بتاعت اوباما، لما بيوزع ويسكي بالظبط. انما النهارده هيبقى في يعني اتفاق وهيبقى في توافق، والمهمه اللي بتقوم بيها روسيا في سوريا محاربه داعش والجماعات الارهابيه والكلام ده، فالنهارده امريكا هتبقى مع روسيا ماشيين في نفس الخط بالظبط، لان الهدف واحد يعني ان شاء الله خير على المنطقه كلها في عهد. هو ربنا جاب السيسي في مصر وجاب ده هنا وهتتظبط ان شاء الله ان شاء الله. وشال اثنين برضه اللي عشان معلش عندنا مكالمات كتيره. نبدا بمدام فريز. مساء الخير يا مدام فريز. الو، اهلا. سلام وتحياتي للجميع. Thank you. فرض انا بشكر ربنا جدا جدا، لان الواحد ربنا عطاله عمر ويشوف ان فعلا الصلوات بتاعت العالم الحر اللي محتاج لصوت ربنا ان يظهر، لان احنا لما شفنا ترامب وشفنا هيلاري كنا حاسين من اطلاعات الرأي، وده كان رأي معظم الناس، ان بيقول ترامب ده محتاج معجزة علشان يكسب، لكن للأسف الشديد ما كناش عندنا احساس كتير قوي بان ده ممكن يحصل الا من خلال معجزة فعلا، وكده عشان كده كلنا كنا بنصلي. رأينا الشيطان يسقط مثل البرق، كلنا محبطين، وبالرغم ان كان في لحظات يبقى فيها ثقه، خاصه لما ترامب اتعامل مع بتاع اذاعه الجزيره قناه الجزيره، لكن قلنا ساعتها ان هي نوع من انواع ثقه راس المال، ولكن ليست ثقه البعد الانتخابي. لكن الاصوات اللي ظهرت وزي بالظبط لما ربنا بيقول ليا هناك 7000 ركبه لم تجثوا لبعد، الناس دي ظهرت، وده يدل على ان فعلا كنا في لحظات كلنا بنحس بنوع من انواع الاحباط لما نلاقي الشعب الامريكي اندثرت اخلاقياته قوي وسلوكياته قوي، لدرجه ان المرشحه لرئاسه امريكا للأسف الشديد، أنا ما بحبش أقول ألفاظ مش لائقة، ولكن دي أقل ما يقال عليها، إنها نموذج للمرأة الحرباء الخبيثة. فللأسف الشديد كنا حاسين بنوع من أنواع إيه ده؟ ليه هو ده اللي يسود في العالم وهو دوت اللي يبقى النموذج
اللي ممكن يحكم العالم ويقدم صورة للبشرية سيئة بالشكل ده. انتصار ترامب وفوز ترامب ظل بكل الوسائل والقيم ان يد الله تعمل، يد الله تعمل بكل المتاح، زي بالضبط ما الرب عمل وخلى حمار بلعام يطيع. الرب قادر على ان هو يقود المسيرة بتاعة العالم الى حياة افضل بلا جدال. الحاجة اللي انا عايزة اقولها كمان ان احنا كلنا مبسوطين جدا لان ده اثر على مصر، اثر اول دولة اثر عليها مصر. ولو ما نشوف زيارة السيسي لما كان هنا ومقابلته مع ترامب، انا ما بفهمش في السياسة قوي، لكن كان في نقط واضحة جدا، استقبال ترامب ليه كويس، نوع من انواع العلاقات الدائمة اللي مبشرة بالخير فيما لو هو ترشح. مقابلة هيلاري كانت مهابلة سيئة جدا، لا تليق بان هي تتقابل مع انسان بالشكل ده ليه مكانته، وكانت يعني على مضض. دي كلها حاجات بتخليني اقول اللي عمله بتاع شركة ارامكو وقطع البترول عن مصر بنوع من انواع السياسة الموجهة ضد مصر، لانها كانوا عندهم ثقة تماما من خلال الاعلام والتزوير اللي هم بيعملوه في النفس بان هم شاريين القنوات الاعلامية، كانوا حاسين في وقت من الاوقات فعلا ان هيلاري هي هتكسب، وفعلا مصر هتبقى محرومة من من البترول، وفي نفس الوقت هيبقى فيه مظاهرة 11-11 وهيندثر كل كيان عمله السيسي، وهتجي بعد كده تضرب مصر ضربة قوية. انتصار ترامب انتصار للرقي الأخلاقي، أولا شخصية مهذبة، رجل مهذب بالرغم ان هو رجل ذو مال وسلطة، ولكن صادق في تعبيراته. تعبيراتها كانت كل الديبيت اللي كانت بتعملها كلها فيها خبث، فيها نوع من انواع الراحة، كان الواحد يحزن ان يكون دي رئيسة. في عمار دلوقتي نشكر ربنا عليه ونشكر الجميع، واقدر اقول فعلا نجاح ترامب نجاح السلام والامان داخل مصر ان شاء الله، وده يهمنا كلنا ان احنا سيبنا مصر. في الحقيقة نقاط جميلة جدا، وانا شاكر على المداخلة، معلش مضطر اقطع بس لانه عندنا لاين طويل قوي من المشاهدين. اشكرك على نقاطك القيمة دول، ثانك يو. اشكر معايا اي ثينك باسم. الو باسم، مساء الخير. مساء الخير، اهلا بيك. انا هكمل الكلام اللي قالته المدام. طب اتفضل. هيلاري كلينتون هي المرأة كتاب الزانية اللي في الانجيل. وكلمة زانية هنا ما تحملش المعنى الزنا الجسدي، لكن الزنا في الإنجيل له معاني كتير جدا. الحاجة التانية اللي أنا عايز أقولها إن مسيحيين كتير ما يعرفوش إن في آية في الإنجيل في العهد القديم بتقول قال الرب. قال الرب لما حب يهدد اليهود إنهم يبطلوا خطية، وإلا سأجعل رئيستكم مرأة. دي آية معرفش في ناس كتير هتحط علامات استفهام عليها. هذه المرأة اللعوب اللي خربت الدنيا في الشرق الأوسط ربنا شالها، ولكن الحقيقة المسيح بيرسل رسالة للشعب الأمريكي كله. معرفش انتم مجبتوش ليه بتاعة مايك بينس لما كان في الحملة وقال دايما لما الواحد بيطلع بيعرف نفسه، وعرف نفسه وقال انا مسيحي جمهوري ومش عارف الكلمة التالتة قالها ايه، لكن بدأ بكلمة انا مسيحي. لا وقال ان انا يعني ما معناه ان هو بورن اجين، اعتقد هو قال في اسرة مسيحية وهيحافظ على النواحي المسيحية في امريكا. هو قال كده انا مسيحي امريكي جمهوري. ثانية للتوبة. يس. احنا في الاوباما في الاول وهو مترشح قال ان لو حد شاف ابراهيم بيذبح اسحاق احنا هنجيب له البوليس. ده اوباما اللي اختاروه الامريكان،
واتأذوا منه. ودلوقتي الراجل ده بيقول أنا مسيحي وبالتالي ترامب ممكن يبقى ليه في المسيحية. في فرصة لأمريكا للتوبة لقمع كل الخطايا الموجهة للعلي اللي تعملت في أمريكا. وأنا مش هعلق كتير على الخطايا العامة التي ضد الخالق في أمريكا. المرة الجاية هيبقى التأبيب غير طبيعي لأمريكا إن لم تتب. وشكرا جزيلا. شكرا شكرا أستاذ باسم. كلام جميل. تفضل معنا محسن. مساء الخير يا محسن. محسن معنا. محسن معنا. تفضل. مساء الخير. أهلا سامعينك. تفضل. مساء الخير عليكم. أهلا بيك. برحب بيكم كلكم مرة تانية. الحاجة الوحيدة بس اللي أنا أحب أنها تحصل إن إحنا يريد كلنا نصلي للترامب إن هو يعمل أو يقدر يحقق كل الحاجات اللي هو وعدنا بيها إن شاء الله. Good point. Good الحاجة point. التانية اللي برضوها yes. منكم ممكن نستمع شوية للأخ أعتقد رأس الصليب نسمع منه كواليس المقابلات اللي حصلت ما بين رئيس السيسي مع ترامب أو الكواليس اللي هي حصلت أيام ما كان هو حصل إن هو حضر معاه المقابلة في نيويورك. نسمع شوية حاجات من ديت لأن ديت somehow بتغذينا اجتماعيا وطنيا وكل حاجة إن احنا نسمع شوية حاجات عن رئيسنا إن احنا بنحبه جدا. وأشكركم على البرنامج بتاعكم اللي دايما بيعلمنا حاجات كتيرة. ولغاية دلوقتي لسه ما قلتلناش البروبوزيشنز كلهم ايه اللي حصل فيهم وايه الفوائد بتاعتها علينا والاضرار بتاعتها. ان شاء الله. ثانك يو جدا جدا جدا. فرضا اخ 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 شكرا. ثانك يو ماي تيك كير. مع السلامة. معنا بديعة اي ثينك موجودة معنا ولا؟ انا بشكركم على البرنامج الدسم. هلو. اهلا سامعيني تفضلي. سامعيني. انا عندي تعليقين صغار كتير وسؤال. التعليق الاول بدي اقول نشكر الرب انه السعودية رح تطلع من البيت الابيض. التعليق الثاني بدي اقول انه انا رح افرح كتير لو اعرف انه هيلاري كلينتون وباراك حسين اوباما قيدوا الى المحكمة الدولية كمجرمين حرب. لأنه ما حصل في الشرق وما حصل في أمريكا يعني جرائم كانت فعلا دماء سفكت لم يعني ما سمعنا فيها بالتاريخ. السؤال الأخير اللي أسأله إنه إحنا كنا نتفرج على الميادين. الميادين أعلنت إنه مستر ترامب فاز وانتقلنا دغري على المحطات الأمريكية ولا محطة أبدا أبدا كانت عمالها بتعلن فوزه. كانوا لسه عم بيعملوا بالإحصاءات إيش السبب بس. وشكرا الرب يبارككم كتير كتير. ألف شكر. ألف شكر. وفي الحقيقة في موضوع أنه يقدم باراك أوباما أو يالد باراك حسين أوباما باراك حسين أوباما أو كلينتون لمحاكمة دولية ما أعتقد سيحصل. أنا ما تنسوش أنه هو رئيس أمريكا. دي يعني مش قليلة إلا إذا كان في خطأ فادح. ما فيش أي أخطاء هتدخل أي رئيس أمريكي في أي محكمة. اسمعوها مني وقولوا نبيل سمتهم زال. لسه في احترام لأمريكا وفي احترام حتى لو كان ما ناس كتير حاولت أنها تدخل جورج بوش في محكمة دولية بسبب العراق فشل وفشل ذريع. يعني بس عشان نحط الموضوع ده على جنب مفيش اي مسؤول امريكي هيتعرض لاي محكمة برا امريكا. لا بص اقول لك حاجة كل قاعدة لها شواز ويمكن الانتخابات الاخيرة ماشي والمفاجآت اللي كانت فيها لا تمنع اي مفاجآت ممكن تحصل. الايام وبيننا محكمة دولية ليه ما في محاكم هنا؟ لا مش محكمة دولية. لا هي بتتكلم على المحكمة لا دولية لا 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 نقصد هنا محاكم هنا وضعتك لكن الدولية مش هيحصل. لا دولية عشان نرتاح من الموضوع ده. لا دولية ما اعتقد كون ان بعض المحطات ما كانتش زي على طول. احنا اتكلمنا على الموضوع ده في بداية البرنامج وازاي انه
كان بين من وهل التصديق بس وكان بين عدم او هوبفلي انه ال 3% تقلب الموازين وال 1% للموازين والنص في المية. وما طبعا اتضح انه كله كان وكان زي ما الاستاذ اديب قال بروبلي انها كانت بيضلها وقت انها ممكن تتماسك. لا 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 ما فيش الحتت الانسانية دي, هي مواضيع يعني لا علاقة بالديلز بالظبط. يعني في ديلز وانت متأخر يعني انت النهاردة مثلا قابض مبلغ كبير قوي علشان تبتدي تسخن المواضيع وتوجه الناس وبتاع كلام من ده, النتيجة جت عكسية فانت تبقى اخر واحد ما تبقاش اول واحد. فهي مواضيع مكشوفة قوي 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 لأول مرة يعني. انت تعرف ان يعني تعليق عن الاخ الاستاذ اللي اتصل وقال انه عايز يسمع ان ترامب الرئيس الوحيد في 191 رئيس كانوا في الامم المتحده اللي قعد معاه هو الرئيس السيسي. ما عادش معاه رئيس ثاني, الوحيد اللي قعد والوحيد هو اللي طلع بيتقابل معاه. هو كان عنده توقع ان ده هيبقى رئيس امريكا اكيد. يعني هو لا ده مش السيسي اللي طلب, ترامب اللي طلب وكانت هيلاري ما كانتش طالبه. هيلاري لما لقت ترامب طلب راحت طالبه وراها على طول. عشان كده الدبلوماسيه المصريه حطوها هي في الاخر وقعدوا ياجلوا المواعيد على اساس يغيروا الصيغه بتاعه البيان اللي ينزل وقالوا لها تكتبي كده if you wanna meet him you can. يعني الدبلوماسيه المصريه يعني رجال المخابرات يعني قالوا لها تكتبي I'm looking forward to see him without this one there is no meeting. فطبعا لما قعد مع ترامب ساعه وربع فطبعا ده عمل لها جنان في الدماغ طبعا. هي قابلت ايه وعن هو بيقول لك كان في اللقاء يعني تحس ان هم اتنين عارفين بعض يعني في كيمستري بينهم قاعدين في كليك بينهم. وقال انا هقف معاك في الارهاب وقف معاك في كذا وانت كذا وانت الشعب اختارك وانا شفت ال 30 مليون اللي قالوا عليهم اللي واقفين في الشارع انا شفت. يعني هو الراجل حاسس اكنه انت فاهم يعني هي وانا بيزا بريزيدنت تومورو انه ده صديق يعتمد عليه في البلد وان احنا لازم نساعده مش نحاربه. يا اوف كورس وانا قال له انت وجودك في الارهاب وعارف ان عندكم ارهاب وعارف ان عندكم انت كنت احنا المفروض نتعلم منه ونساعده ازاي مش نحاربه. ازاي يعني قال له احنا عايزين نتعلم من مصر ازاي هي بتاع بتوقف ضد الارهاب في حين ان احنا عندنا بيحصل هنا خبطه بتاع الدنيا كلها راحت وجات وانتم عندكم كل يوم في سيناء. يعني الراجل متابع وفاهم. وبعدين يعني هي الحاجه اللي علقوا عليها الدبلوماسيه بعد كده قال لك الكيمستري بينهم تحس ان هم في يعني في ود في كلام هيشتغل بعد كده في حاجات. فطبعا يعني اللي انا عايزين نقول ان ربنا يوفقهم الاثنين وتبقى واحنا برضو يهمنا ان روسيا تخش في الموضوع يهمنا العالم كله يبقى فيه سلام. بس في نفس الوقت اللي حصل قبل كده في الدمار في الشرق الاوسط اللي كانت سبب فيه هيلاري وكان سبب فيه اوباما الاثنين لازم يتظبط لان ايران النهارده واخده سلطه جامده جدا اللي بتعمله في اليمن. خروج السعوديه زي ما قالت المدام بالبيت الابيض دي كانت حاجه كبيره جدا طبعا. جدا وخروج الاخوان بالبيت الابيض دي حاجه كبيره جدا لان انت لو لاحظت في الفتره الاخيره في الانتخابات انا كان بيجي لي تليفونات في البيت من الاخوان المسلمين هنا بالعربي وبالانجليزي يسيب لك مسج ولو رديت يعني هو مسج انتخب هيلاري كلينتون هيلاري كلينتون في البيت. يعني شوف وصل بيهم قد ايه في امريكا ان هم يعرفوا تليفوناتك ويوصلوا بيك وانتخب هيلاري وهيلاري هي الضمان وهيلاري هي المستقبل الشرق الاوسط ده ان هم يعني عندهم اكسس داتابيس الناس عندهم اكسس مثلا للناس المشتركين في شركات تليفونات اي تي ان تي وغيره كله بالفلوس ياخدوا الاسامي المعروفه ميدل ايسترن اسامي. فيعني ربنا يوفقهم وان شاء الله انا اعتقد يعني نجاح الراجل ده هيساعد مصر كتير وهيساعد الشرق الاوسط كتير واعتقد هيحصل فيه. يعني خد بالك لما يبقى واحد جاي من بره المطبخ السياسي هتلاقي ليه قرارات ساعات بتبقاش ماشيه مع القرارات اللي انت عايز تسمعها لكن the end of the day could be it make sense. يعني وبالذات لما يبقى راجل اعمال, راجل اعمال تملي بيفكر بطريقه كل شغله ان ازاي ياكل بالزبط. عايز ياكل الناس مش عايز يلعب سياسه ويقعد يجري هنا وشغل. انا يعني متاكد انه لما كان السيسي مع ترامب اتقابلوا مع بعض اكيد موضوع سوريا ناقشوا فيه واكيد ترامب هياخد راي السيسي لان السيسي هو كان يعني ما هو السبب ان هو السعوديه زعلت منه ليه؟ لان هو مش عاوز يساعد السعوديه في 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 محاربه في سوريا اليمن وسوريا واليمن وسوريا عشان صوته يعني القرار اللي هو بتاع السعوديه بالظبط. فانا متاكد يعني انه في هيكون اتصالات قويه بين السيسي وبين ترامب بخصوص سياسه الشرق الاوسط. من النقاط اللي اثيرت بعد ترامب ما كسب الانتخابات انه هل يحاكم كلينتون
ولا لا؟ في رأيك أستاذ مجدي يحطها للمحاكمة أو يسعى لأنه يحطها للمحاكمة ولا لا؟ لا، ما فيش حاجة اسمها يسعى. هو لو في أخطاء يعاقب عليها القانون الأمريكي تتحقق معاها. واضح ان في اخطاء كتيره، خلاص يبقى في تحقيق زي اي مواطن، يعني زي اي مسؤول سابق له اوثوريتي ان هو يطلع على اسرار او ان هو يتعامل مع مواضيع خاصه جدا بالدوله ما يصحش انها تنتشر، يعني زي موضوع الايميلز مثلا او اي موضوع تاني يظهر في المستقبل، فده شيء وارد وما فيش ما يمنع لحاجه زي كده. يعني طالما ان في قانون وهي لها حقوق وواجبات، والله لو اخطات وثبت بالقانون اخطات لا تتحاكم. هل من مصلحته ان هو يحاكمها بمعنى صح او يسمح انها تحاكم؟ هي مش ما فيش حاجه اسمها، انا ما اعتقدش ان ترامب من الناس اللي بيفكروا مصلحته. يعني هو لو بيفكر مصلحته ما كانش في البدايه يتكلم بالاسلوب اللي هو يسيل الناس عليه. ده هو الراجل عايز مصلحه البلد، فدايما هيبقى قدام عينه مصلحه امريكا. لو مصلحه امريكا تستدعي ان يبقى فيه تحجيم، يعني اصل النهارده انا عايز اقول لك حاجه، لو النهارده حد اخطا زي مثلا هيلاري او مؤسستها وما زالت هتستمر في الخطا، لا هيبقى فيه وقفه. يعني النهارده لو في تمويل مشبوه وبيستخدم لاغراض غير مش في صالح البلد، اكيد هيبقى فيه وقفه او على الاقل يعني مراجعه للتوجه الصح. فلازم هيبقى في مراجعه لو في خطا، ما فيش خطا خلاص. واحده بتعمل اعمال خيريه عندها مؤسسه خيريه بتساعد الناس، اهلا وسهلا، دي حاجه كويسه. المؤسسه الخيريه بتاعتهم هي دلوقتي الاف بي اي اندر انفستيجيشن، خلاص ما انا بقول لك هي ده لمصلحتها كمان، لان لما يطلع ما فيش حاجه يبقى هي انسانه قدام الكل يبان انها فير، ما فيش مشكله. لا هو ما فيش، استاذ ديب يعني هو من مصلحته حاليا ان هو يحكمها؟ هو مش هيحاكم حاجه دلوقتي. هو قال على فكره انا لا هو قال لما انجح هفتح، يعني هيعين، مش هو اللي هيجيب واحد سبيشال بروسيكيوتور عشان هو يفتح حقيقة مستقلة، عشان هو يفتح الكيس. هو يعني حتى لو ما عملهاش هم بيحققوا في الفاونديشن، الجمعيه الخيريه بتاعته، فهيلاقوا حاجه يعني، وهيجيبوا كل الايميل اللي خاص بالفاونديشن. فهيلاقوا هي متورطه مع الفاونديشن، لان ما هي جابت ناس عشان تقابلهم بفلوس، يعني انت انا مستعد اقابلك بس تدفع لي للجمعيه الخيريه بتاعتي كذا يعني. فهي داخله فيها يعني ما فيش، يعني انا متاكد ان هي داخله. يعني هو اوباما اصلا يمكن هيديها باردون عشان موضوع الايميل والاخطاء اللي عملتها وهي وزيرة خارجية، انما دي خاصه بقى بالفاونديشن بتاعتها، يعني انت عندك مصلحه شخصيه للموضوع ده، هو فهي هي رجلها هتيجي. فهو مستني، انا اعتقد موضوع الفاونديشن ده هيجر حاجات كتير وراه، شخصيات تانية مش هي بس، لان الموضوع ما هوش بسيط. انا شايفهم مصلحته ان ما يفتحش اي جبهات ضده دلوقتي، لان هي طبعا هتتاخد ان رئيس امريكا بيحاكم الخصم بتاعه، ودي هتبقى وحشه في حقه، وهتبقى وحشه في حق المجتمع الامريكي ان رئيس، يعني هي لو ما كانتش خصمه كانت القصة اختلفت، لكن هو عشان يحارب خصمه هتحطه في موقف مش هو، وهو دلوقتي عنده اتجاه المفروض يبص للبلد. سيب الموضوع ده خالص بقى للنيابة تشتغل، اف بي اي طبعا طلع وشاف وقال لك ما فيش حاجة في الايميلات، الاف بي اي شغال على ده، خلاص ده موضوع ما يخصوش هو في حاجة، لكن هو يبتدي هو مش هيعمل حاجة ويبتدي يخش في مواضيع مهترات تانية يبتدي يخسر الحزب الديمقراطي. هيخش بصفته ايه؟ لا هو ممكن يفتي يعمل لها بقى ممكن يعين برايفت، لا مش برايفت، لا هو طالما في تحقيقات شغالة، لا هو من حقه من حقك رئيس دولة دلوقتي يحيي النائب عام مستقل ويعمل لها، مش هو اللي بيعين يعني على الفريق الاترني اللي هو بيعينه، يعني هو الاترني جنرال النائب العام يعين. انا يهيأ لي انه الاترني جنرال الجديد هو اللي يعين، يعني هيبقى جيت انفولف في موضوع الفاونديشن. هو اصل الفاونديشن الخبط في، يعني اللعبه في الفاونديشن بعيد عن السياسه، يعني دي حاجه ملهاش دعوه بالايميلات، الايميلات دي حاجه سياسيه. فهو النهارده مش عايز يهيج الديمقراط ضده، هو عايز يخش يشتغل البلد في اول 100 يوم، عايز يعمل شويه حاجات، يبتدي في الصور، يبتدي في داعش، يبتدي في ده، يبتدي في حذف الاقتصاد، يبتدي يفتح المصانع، يعني هو عايز يعمل حاجه بحيث ان الناس اللي بتظهر بره في الشارع ده دلوقتي حتى من الديمقراطيين يبتدي يقفوا معاه، الراجل بيشتغل بيعمل حاجه.
فيعني ما اعتقدش في الحقيقه انا متفق مع الاستاذ رافت انه لو فتح جبهه دلوقتي يعني دلوقتي. اولا استنوني بس حتى لو بعد ست شهور حتى لو بعد سنه اولا ضد العرف الموجود هنا بين السياسيين ما حدش بالعكس بيغمضوا عينيهم عشان ما يتبانش ان هو بينتقم من الخصم حتى لو الخصم فعلا كان جلطي وعندي مرات رئيس مجرد دولة. انك تعمل كده ودي مرات رئيس في دوله قبل كده وبعدين الشوش دي برضه مرات رئيس دوله قبل كده الحقيقه القانون بيطبق على كل الناس بالظبط هي دي ما عدا لا مش فيش ما عدا لا في ما عدا في ما عدا صدقني وبرضه هرجع اقول لكم تاني الناس دي عندها اسرار محدش تاني عنده ده كلام صحيح ومصلحة الدولة انها يعني تداري وداروا على 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 الرؤساء كتير قبل كده مش جديد وفي كل بلد بيداروا على الرؤساء مش بقول لك على الناس تانية بس بيداروا هو بس هي يعني من الناحية السياسية هي ما عندهاش اخطاء سياسية ولا اوباما عنده اخطاء سياسية اوباما بينفذ سياسة الدولة في وقته بنتكلم على الاخطاء اللي ممكن تكون متعمدة وتضر بمصلحه البلد هي دي اللي المفروض هو ده لو حاجه جسيمه صح مش هتعدي انما لو حاجه عاديه يعني فلوس بتاع مش عارف يعني الحاجات اللي هي كلهم بيعملوها لما بتبقى في حاجات زي كده هيعدي هي ممكن تبقى بعيد عنه وخلاص هو ده انا اعتقد انهم مش هيعمل لهم حاجه هم بس مش يعني انت ممكن تقول ما توقعش انها تتسجن لا مش هيبقى في سجن بس ممكن يبقى في الفاونديشن تبقى ليميتد شويه يبقى او يقفلوها الصلاحيات او تتقفل حاجات زي كده يعني لكن يعني من مش مصلحته لانه كمان هو بيحاول يجمع الشعب لا 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 لا. اي محاوله هتتخذ على انها انتقاما من الحزب بتاعه وبعدين في نقطه ثانيه مهمه جدا ما تنسوش ان اوباما لغايه ما يمشي جانيوري 19 اكشلي لغايه 20 الساعه 8 ونص ولا 9 الصبح من حقه ان يصدر يعمل لها اعفاء اي ما بقول والاعفاء دي على كل حاجه عملتها قبل كده سياسيا واقتصاديا وماليا وكل حاجه واعتقد ان ده هيتم كنوع من حمايتها من اي تغير في مزاج او في الاشخاص اللي ممكن تتعين في المركز بتاع النائب العام انا اعتقد ان اوباما هيعملها وبالتالي يهدي كل واحد يقول له يعني ارتاحوا كلكم و اعتقد ان في ناس كتير بتقول كفاياها الهزيمه الثقيله اللي خدتها اللي ما كانتش وبعدين دي في الحقيقه يعني ما تنسوش انها 79 ولا يعني ما هيش 69 70 ما هيش ست يعني صغيره واحتمال ان صحتها ما تستحملش كل الحاجات دي فيبقى فيها نوع من الرحمه ويكفيها الخساره وخلاص الخساره او الهزيمه اللي خدتها في الموضوع ده كده نقطه ثانيه ايه هي الاجنده التشريعيه بتاعه اوباما يعني اوباما هيبدا في الميت يوم بتاعه ايه هي اهم الحاجات اللي عايز يعملها ترامب انا قلت اوباما شفت متعود انا على اوباما ترامب يس لا انا مش متعود ابدا على اوباما انت ما تعودتش صح اوباما هيجي يشتغل هنا ترامب هيشتغل عندك ان شاء الله ترامب في اول 100 يوم هيبدا ايه اهم الحاجات اللي لازم يعملها اهم وبيقولوا 100 يوم لانه الكونجرس دايما بيدي 100 يوم للرئيس في فتره حب يعني اذا كانوا ما بيحاولوش يعكسوه في اول 100 يوم بعد كده بتبدا المعاكسات فليه او ايه اهم الحاجات اللي ممكن او اللي هو قال عليه هينفذها في اول 100 داي بس هو يعني يرجع للنقطه ان هم مش عايزين يعكسوه في ال 100 يوم دول هو اللي نجح الريبابليكان اللي هو ككونجرس يعني هم they owe him صح ولازم يمشوا حسب لان هو في مانديت دلوقتي مانديت يعني الناس انتخبوه على الكلام اللي قاله ده هو يعني مثلا انا حابن السور انا هيعمل يلغي او يصلح اوباما كير وهم الريببليكان قالوا ال 20 مليون اللي هم ما كانش عندهم انشورنس قبل كده لازم يستمروا عندهم انشورنس يعني مش هيروح لاغيين وبعدين الاميجريشن لازم يعملوا قانون انت بتقول بالنسبه لاوباما كير مش هيلغيه لا مش لا هيعملوا تعديل هو قال كده هو قال هيعدله يخلي فيه الحاجات الكويسه والحاجات اللي مش كويسه بس هو اكيد هو قال ان يعني يعمل شركات الانشورنس تبقى يعني قابله ان تشتغل في اي ستيت لان اوباما عامل بتوع كاليفورنيا يعملوا الكاليفورنيا وده فهو هيعمل عشان يبقى فيه كومبيتيشن في الاسعار هيعمل الاميجريشن وده الحاجات اللي هو قالها هيعمل قانون للاميجريشن هو طبعا مش هيطلع 11 مليون واحد
هو انا اللي اتصوره ان هو هيروح عامل تقنين ليهم. لا كل واحد بقى في ابلكيشن يمليه انه انت عايز تقعد اقعد، وفي غرامه لازم تدفعها، وفي كذا وفي كذا، وهم يقرروا مين اللي يقعد مين اللي ما يقعدش، ويشوفوا اي حد عنده يعني في كرايم عملها او في ده لازم يمشي. وبعدين هيعمل بقى قانون هجره انه اي حد، انا متخيل بقى مفيش حد يجي بعد كده الليجل، والليجل ده اول ما يتمسك لازم يمشي على طول. وبعدين الحاجات اللي هي في سيتيز بتحمي الليجل، ايوه دي هيلغيها، يعني لازم تتلغي. فهمنا ايه السيتيز دول؟ السيتيز دول يعني مش ماشيين مع قانون الفيدرال، وحتى لا ما بتعاونوش مع الفيدرال. يعني لو في واحد جاي مهاجر مثلا من اي بلد الليجل، يعني مش مهاجر ام سوري، يعني جاب دخل من غير اي فيزا ولا حاجه، وراح عمل كمتك يعني عمل جريمه، اي جريمه بالظبط، في سيتيز من دول يعني يجي الفيدرال يقول لهم بقى عايزين يقبضوا عليه، يقول لك لا ما تقبضش على عندنا، طب سلمه لنا، لا مش هنسلمه لك. وطبعا انا بستغرب ازاي في قانون كده، يعني انا ازاي يبقى في فيدرال، الحكومه الفيدراليه، وتيجي سيتي صغيره تقول لا احنا مش هنتعاون معاك. ففي وبعدين الناس بقى اللي كوميت كرايم دول عارفين السيتيز دي ايه، فبيروحوا قاعدين في السيتي دي، فده هيلغي دي خالص، هيلغي الدعم الفيدرالي لهذه السيتيز، او تتلغي خالص، يعني لازم يقدرش غير ان هم اللي عاملينها. هو اللي بيعمل ايه؟ السيتي دي بتاخد من الدوله مثلا مليونين دولار في السنه مثلا، فهيوقف ده، فمعنى يبدا يأذيهم في الباكت زي ما بيقولوا، وبالطريقه دي يضطروا ان هم يتعاملوا مع الفيت كود. وبعدين عايز ريديو يعني يقلل الضرائب، هيقلل الضرائب يخليها 15%، وده برضه هيتعمل في على الاشخاص العاديين والكوربوريشن كمان، والكوربوريشن يعني والكوربوريشن. على رجال اعمال او على على البيزنسز وعلى الناس العاديين. يس دي وفعلا يعني بندفع ضرائب جامده جدا. ايه اهميه الموضوع ده بالنسبه للبيزنس يا استاذ رافض؟ طبعا ينزل لك الكوربريت تاكس، طبعا ديت هيدي لك في الكوربريت وهيدي لك على البيرسونال، دي حاجه كويسه. 15% هي كانت هتعلي 15، فالنهارده اصبح عندك الفرق 30%، يعني النهارده بدل ما تدفع 49% هو كده بيخلي هو 35 الفيدرال، احنا بنتكلم على الفيدرال بس، ما انا بتكلم على الفيدرال فانت النهارده لو كنت بتدفع 49% هتنزل ل 35 30% 32%، هي كانت هتعملها 61%، فكان كل الناس الكبيره دي كلها هتمشي منها تروح تشتغل في اي حته تانية. هو هيرجع الناس دي كلها، لان هو يهمك ان انت النهارده لما يجيب مثلا عندك 10 كوربريشن جداد، وال10 كوربريشن ده عينه كل شهر 1000 واحد، ده وات يو نيد، لان ال1000 واحد ده هيعوض لك التاكس اللي هو هياخده لك خصم. يعني ليه؟ لان ال1000 ده هيشتغل، هيمشي لك السوبر ماركت، هيمشي لك ده، هيمشي لك ده، هيمشي لك العربيات، هيمشي لك الجاز، هيمشي لك، يعني هو نفسه طبعا في اخر السنه هيز جونا ميك ماني، وهيدفع التاكس اللي هو ادوني خاص، هو الراجل اللي شغال ده هيدفعه. هي نظريه البيزنس كلها لازم تتحط كلها بارقام، هي ما عندهاش فلسفه البيزنس. الديمقراطيين طول عمرهم عايشين بطريقه هم دماغهم كلهم ويلفير فود ستام، ويلفير فود ستام، لحد ما خلوا البلد كلها فود ستام وفود فير وانكريس تاكسس، وانكريس تاكسس لازم انكريس تاكسس عشان يصرف على كل يعني تعالى مثلا بص الحاجه ودي حاجات طبعا هي السياسه الامريكيه كلها بنت على طريقه طبعا، يعني احنا هنقول حاجه مثلا، تعالى شوف مثلا القرعه اللي بتيجي مثلا من اي دوله في العالم، يعني طبعا ده كلام ممكن يضايق، يعني احنا بنتكلم كما يعني، بس هتبص تلاقي ناس جايه من مصر، ده هيتلغي ده او من اي حته. طبعا انت كامريكا اللي انت جايبه ده ايه وجه الاستفاده بتستفاده منه؟ ما هو انت جبته امريكا هنا، الراجل ده مثلا عنده كان في مصر مبسوط، جاي الحلم الامريكي، باع واحنا بنشوف الحاجات دي كتير، باع كل ما يملك وجه هنا، انت جبته لا هو عارف يشتغل ولا عارف يتكلم انجليزي ولا عارف يتعامل مع البلد، جاي معاه 3 4 اولاد، بتاخده تعمله في ايه؟ وتدخله على الويلفير والفود ستام. طب انت استفدت منه ايه؟ يعني انت النهارده جايبه ال 55,000 اللي تجيبهم كل سنه من الشرق الاوسط، ايه الاستفاده بتاعتك؟ طب ما تجيب، لو انت عايز تجيب ناس هات ناس مهن، هات واحد كذا، عايز ناقصك صيدلي، ناقصك دكتور، ناقصك حاجه، يعني يتبع اسلوب بعض الدول في الاختيار زي كندا واستراليا. لكن انت بتجيب الناس دي بتعملها عبء علينا احنا وعبء على الدوله، ليه؟ لان هو لا عايز يشتغل، لان هو النهارده فرحان انك بتدي له 1600 على كل عائل 800 دولار وتدي له فود ستام وتدي له معرفش ايه، طب ما هيشتغل. عارف مين اللي عامل القانون ده؟ هو هتلاقي 100% الديمقراط، هم الديمقراط اللي عاملين القانون ده، هم الديمقراط عشان تعالوا واحنا هنديكم فلوس وانتخبونا. ما هو ده اللي بدأه كارتر، ايوه، وكملوا بيل كلينتون، ما هي نفس العمليه. هو كارتر ده هو كارتر ده، ما هو كارتر واوباما، يعني انا فاكر لغايه النهارده كارتر عمل موضوع الباسنج للسكول باسنج. بص تلاقي في كل ولايه مثلا بتاع يمكن
50,000 باص بياخدوا بيصرفوا فلوس قد ايه على الدوله ولازمتهم ايه تاخد فلوس ستودنت من المدرسه دي عشان توديها المدرسه دي ومن جيب من هنا تحطه هنا طب وعملوا زحمه في الشوارع والاسماج اللي بيطلع من الاتوبيسات وشوف كم مليون واحد شغالين وقد ايه فلوس بتتصرف محتاجينه في ايه ده اكيد لازم يلغيه يعني كل الحاجات اللي هي بتصرف فلوس ومش محتاجينها هتتلغي هو من الواضح انه باعتباره دماغه كلها بيزنس فكل حاجه هيبدا يبص لها على انها صفقه تجاريه هكسب منها ايه واخسر منها ده صح او احنا بنقول هو يعني البلد هتكسب منها دي وتخسر منها دي ده كيف يعني هو صرف انا لسه قاريها النهارده هو ترامب صرف نص اللي صرفته كلينتون على الحمله الانتخابيه او اقل من النص صرفت 1.2 بليون هو صرف 400 مليون يعني لان هو بيبص كل حاجه ودي اول مره على فكره تحصل ان واحد من يام نيكسون ان واحد يصرف اقل ويكسب اول مره تحصل انه 1.2 بليون ل 400 مليون دولار شوف لهم بيتو جاي منين فلوسه لا هو حط 110 حد 110 والناس دفعت يعني انا مرتين الناس اللي دفعت كان الافرج بيقول لك 61 دولار الناس اللي بتدفع افرج اللي دفع 10,000 واللي دفع 5,000 واللي دفع دولار الحزب الجمهوري كمان يعني اتصرف والحزب الجمهوري اللي هو الشيرمان بتاع الجمهوري انا مش فاهم جالها كام مليون هي من السعوديه من قطر لوحدها لا دي مالهاش دعوه بالانت لا دي الحمله الانتخابيه ده غير فلوس جت لها للفاونديشن من البلاد دي كلها ايه تاني حاجات تانية لازم يعملها او بروميست ان هو يعملها في اول 100 دايز لازم يعمل بقى يجمع الامريكان مع بعض ديت اهم نقطه عنده دي اهم نقطه اذا ما لعبش في ديت صح هيعمل تفرقه جامده جدا النهارده لو احنا شفنا في النيوز النهارده في الميديا كلها بتلاقي ناس دخلت الجوامع كاتبين عليها ترامب دخلوا حته تربيع ترامب دخلوا حته عند يهود ما ترامب عند المكسيكان بقى ترامب المظاهرات اللي موجوده دي الاهالي خايفه على الناس لان هو الكلمه اللي قالها ان انا هرحل كل واحد الليجال انت لو تفتكر مش عارف على كان على ايام كارتر او على ايام كلينتون اظن لما جه قال لك هنعمل قانون الامنيستي اللي معاهمش بتاع هم ادى امنيستي قال لك انا مش شغال في اكشن ريجن اللي عمل يا وجه مع ده قال لك نزلوا قانون بتاع المزارع قال لك اللي اشتغل في المزارع اسبوعين ثلاثه اي كان حاجه هو المفروض ينزل حاجه زي كده ليه؟ لان من مصلحه البلد النهارده انت عندك 11 مليون قاعد بيشتغل اندر تيبل ما بيدفعش تاكس وكوميتد كرايم وعامل لك مشاكل طب انت النهارده صلح من احواله خليه يدفع ضرائب واعملوا قانون انا مش ماشي هو الحل الوسط الموضوع ان هو يديلهم اقامه كجرين كارد بس عمره ما يعملهم سيتيزنز yes. يعني يحرموا منهم يبقوا سيتيزنز فبالتالي يشتغلوا بس ما يبقى لهمش الحق ان هم يصوتوا بعد كده في الانتخابات وبالتالي دي فكرة من الافكار يبقى عمل يعني فكره أنا متوسطه بين عايز اقول حاجه في القصه وما يفرقش على 100 يوم ان هو يعمل ايه في ال 100 يوم انا ما اعتقدش ان في ال 100 يوم هيعمل حاجه قويه او تغيير جذري في اي موضوع لما ينفعش الميت يوم الأولانية زي ما قال كده استاذ رفعت ان هو ينظم البيت يجمع الانقسام اللي حصل ده يجمع الناس وبعدين يبتدي خطوه خطوه في ترتيب بقى البيت من جوه بحيث ان لما يصدر قرار يبقى فيه استجابه انما مش هيخش بقى لا في مواضيع هجره ولا مواضيع ضرائب حاليا خالص لا هو مش هيعمل القانون في الميت يوم هو يقول للكونجرس اعملوا لي قانون للميجريشن برضه مش حي يعني ما انا لا اعتقد يعني ان هو في الميت يوم الاولانيه هيبقى في كلام عن حاجات من اللي كان بيدعو ليها اللي هي فرقت الناس وخوفت الناس وطالعه فيها مظاهرات على الاقل الاول هيبتدي يهدي الناس ويبتدي يبص بقى يعني في عنده مهام كتير جدا جدا قدامه على الاقل تحسين صوره امريكا الخارجيه صحيح يعني هو اتصل برؤساء يبتدي بقى اتصالات وزيارات للعالم وهنا 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 علشان يبقى في اتفاقيات وتعديل اتفاقيات وانا اعتقد ان هو هيبتدي الاسهل ليه بالحاجات اللي هي تحت ايده اصل هو قال كده قال ما يقدرش هو قال قدام الناس كلها الفيرست 100 يعني اول 100 يوم انا هعمل كذا هو اوريدي قالها وحط لسته بحاجه وحط لسته لو ما عملهاش يبقى معناتها انت بتكذب لازم يعمل الكلام اللي قبلها ممكن يحطها كبلان يعني بيبتدي يعني هو مثلا الحاجات اللي قالها ان هو هيحدد الترم ليميتس بتوع الكونجرس وانا اجري وذ 100% يعني ما
ما يقعدوش على طول يعني. في ناس بقى لها في الكونجرس 30 سنه، هاري ريد ده بقى له 55 سنه يعني، خلاص يعني 30 وكذا. ده قبل ما تقول ده احنا عشان يدي فرصه لدم جديد. بس استنوا بس عشان القانون ده يصدر الكونجرس هو اللي هيوافق عليه. فالكونجرس ان هو يوافق على انه يليمت نفسه مش هتبقى سهله. لا او على الاقل هيبقى فيها صراعات يعني. هيديها مثلا الكونجرس يقعد عايز تقعد كام 12 سنه. اوكي ال 12 سنه السيناتور الرابع اضطر يعني يوصل له، لازم هيوصل له النمبر من ده. الحاجات اللي قالها برضو مهمه جدا انه كل حد شغال في الوايت هاوس او شغال في السيناتورز في الحكومات الكبيره مركز عليها ممنوع ان هو لمده خمس سنين يعمل لوبي لاي حد، لان هم بيستخدموا يعني احنا قلنا دلوقتي اوباما هيطلع وكل الحاشيه بتاعته هتبدا تبقى مستشارين اكسون والموبيل والاي بي ام والابل لمجرد ان هم عارفين عندهم معلومات كتيره بيفيدوا بيها اتصالات بقى اتصالات فبينفذوا لهم حاجات كتيره من خلال الناس والناس دي بتاخد مبالغ جامده جدا يعني ملايين ملايين في الشهر كمرتبات، لانه في مقابل ملايين بتدفعها للناس دي بيكسب دي اعتقد ان دي حاجه كويسه جدا كويسه جدا ان هو يمنع اي حد لمده خمس سنين بعد ما يطلعوا من المراكز الحساسه اللي هم فيها. الحاجات الثانيه اللي عاملها ان هو هيدخل على زي ما قلنا معظم او كل المعاهدات التجاره اللي موجوده ويبدا يا اما رينيجوشييت او يلغيها خالص. ومنها نفتا، لان هو نفتا دي قال لهم نورث امريكا فري تريد اجريمنت، انه اللي هم في فرصه للناس ان يبقى عندها جوبس تانية برجوع الشركات. بس النفط لازم نعرف الناس ان هم يعني امريكا وكندا والمكسيك بس واكشلي بيبص كمان على في حاجات مهمه كمان جدا يعني مثلا على مستوى الحلف الناتو. يس النهارده اوروبا كلها مرعوبه من الموضوع اللي هو ممكن يقول لك هندفع مش هندفع، في كلام في اتفاقيه موجوده، فلازم برضو يكسب ثقه المجتمع الاوروبي او الدول. اعتقد هو سمارت انف انه يعمل كل ده فيوصل لنتيجه مريحه للطرفين بالظبط. كذلك برضو يمكن اهم حاجه ان هو يدي ثقه لما يدار او المهام اللي بتتعمل في الشرق الاوسط عشان تظبيط الاوضاع ما يبقاش فيه انهيار اكتر من كده. انت عارف برضو كمان في حاجه يا استاذ نبيل، وجود الراجل ده كبزنس مان ناجح انه بدا بمليون دولار ووصل اللي هو فيه دلوقتي، ده هيديله نوع من يعني الباور اللي هو بيجي نيجوشيت ديل. ما هو قال انا يعني انا ام ذا بيست ديل يعني فعلا يعني مش قاعد يتكلم في السياسه، هو موضوع السياسه ده هيسيبه للمساعدين بتوعه، لكن هو كله همه انه يرجع البلد دي فعلا زي جريت امريكا، يرجع البلد للبيزنس فعلا، البيزنس اللي عمال يطلع بره ويجري بره، هو ده عايز يجيبه كله عشان يدفع الناس. اصل بص هو هيدي لك 15% تاكس كات او ديدكشن يا ده مش هيجيبه من جيبه، مش هيدفع من الشركات بتاعته يديها لك، هو هيطلعها من مكان تاني عشان يعمل بالانس البادجت بتاعه. فاي فلوس هيديها للكوربوريشن او الشركات الكبيره هو عارف هيجيبها منين، فده بيديله نوع من الباور ان هو اي قرار هياخده هيبقى في مصالح البلد. لان النهارده لما تيجي تقول لك مثلا يعني الكذب اللي بيطلع من بتوع اوباما ويطلع يقول لك الامبلويمنت ريت نزل والكلام كل ده كلام جرايد عشان خاطر بس الاستاك ماركت والهيصه تشتغل، لكن طبعا احنا عارفين كم واحد ما بيروحش يقدم على الامبلويمنت وما بيتكلمش ويدور على شغل بنفسه، الحاجات دي محدش بيعرف عنها حاجه، هو بيتكلم عن الناس اللي بتروح تقدم على unemployment، لكن في كام واحد ما بيقدمش they give up هم زين دون جو بك عشان ما يخش ربعمية $500 والتعب والرهاب. حوالي في 95 مليون out of job وبطلوا يروحوا للمراكز عشان وبيدوروا نفسيهم فده كله ما بيتكلمش عنه. فهو النهارده بيعد عدد الابلكيشنز اللي بتعمل في الشهر. يس هو كام واحد بيجي بيعمل ابلكيشن عشان يدور على شغل ممكن في ناس كتير بتستخدمها. هي البلد ديت محتاجه بيزنس مان يديرها، دي كانت من زمان محتاجه رجل اعمال يدير البلد ديت، عارف فين هيحط $10 هنا هيطلع له هيطلع منهم $50 هيدفع منه البيرول بتاعه هيدفع منه الميه هيدفع منه الكهرباء بقى عنده $20 وهكذا. لا ويكون كمان يعني جاي شبعان. ايوه هو شبعان مفيش حاجه تغريبة بالظبط يعني النهارده ما اعتقدش لما هيروح مثلا يزور اي ملك من الملوك
اللي في الخليج ولا بتاع مش لا هيوطي ولا هيبوس ايده ولا هيعمل الكلام ده. يعني هيبقى عنده بالعكس. انت شايف الطريقه اللي هو بيتكلم فيها؟ انا بقول لك ما دي برضه بتفرق. لما خلاص بقى دلوقتي والطياره بتاعته والكلام ده يعني كل حاجه ما حدش هيبدا يعمل حاجه. طبعا اهم حاجه في الموضوع اللي احنا ما يعني ما كلمناش عليها السوبريم كورت، ان هو قدرته على انه هيعين تقريبا 3 أو 4 سوبريم قضاه في مده الاربع سنين، منهم طبعا واحد دلوقتي مستنيين اللي هو سكاليتا اللي جاست مات من 9 شهور، والريببليكان نجحوا ان هم يوقفوها من اوباما ما يحطش حد، فدي اول واحد هيبدا يحط سب، ويبدا بعد كده عندهم 2 أو 3 فوق الـ80 يقال كثير ان هم هيريحوا او يغلقوا الاكسباير ده من زمان. لا خصوصا اليهوديه دي اسمها جينزبرج، دي جينزبرج اللي هي قالت هي شتمته قالت انا لو نجح انا هسيب البلد وامشي. فالمفروض بعد ما يعني المفروض هي تمشي دلوقتي، تمشي دلوقتي لان هو نجح او فده مهم جدا. طب ايه اهميه السوبريم كورت علينا؟ دي اهم حاجه عندي انا في السوبريم كورت. دي السوبريم كورت ده هي يعني مين اللي ادى موضوع اللي اسمه ايه الجواز للرجاله والستات السوبريم كورت؟ السوبريم كورت مين اللي عمل الاجهاض؟ مين اللي عمل الاجهاض؟ السوبريم كورت رسمي. يعني انا صح ان تاثير السوبريم كورت على الحياه وعلى القيم الاخلاقيه للشعب الامريكي مروانه اتغير كتير جدا. مروانه هتخش لها لسه، بس جايلها لسه جايلها السوبريم كورت. يعني النهارده الفدرال بيقول لا، اثر كتير على تكوينه المجتمع، الفاليوز بتاعه المجتمع، وبيبداوا يشيلوه من القيم الاساسيه اللي اتبنت القيم الصحيه اللي اتبنت عليها امريكا الى قيم اخرى سببت خراب في اوروبا. يعني انا بستغرب ساعات لان في مثال واضح، المثال واضح عندك، مثال واضح موجود وما زلت مصر على انك تحول النموذج الناجح لنموذج فاشل. ده بالظبط تاثير. فطبعا دي اكثر حاجه او اكثر فايده لامريكا كلها حصلت لما ترامب نجح السوبريم كورت، وانه بالطريقه دي هيبدا كمان بيحطوا ناس في الاربعينات فقدامهم 30-40 سنة، فبيقول لك لمده 30-40 سنة هتبقى الكورت في امان، ما تبقاش في ايد الليبرالز او ال بيسموهم ايه المحافظين. لا ما تبقاش، لو كانت ايام لو كانت كلينتون كان هيبقى في ايد الليبرالز والتفكير الليبرالي، وانهم ينقلوا امريكا من القيم المسيحيه الى قيم ليبراليه بتفشل في كل حته لو بصينا عليهم. وموضوع كمان نتكلم على المدارس، هيصلح المدارس، هيخلي كل يعني خصوصا للاطفال الصغيرين. انا اتوقع ان هو هيعمل فاوشر سيستم، فاوشر سيستم، لان هو دلوقتي يعني كل واحد عاوز خالص اتفضل كل واحد عايز يودي، لازم تودي، انت ساكن في الحته دي لازم تودي ابنك في المدرسه دي، وحشه حلوه بيخلي المدارس الناس ليها حريه عشان تتحسن نفسها. ما الطلبه جايين لان الحكومه الفيدرال بيدفع على كل طالب بيدفع كذا، مفيش منافسه مفيش كومبيتيشن. هو عايز يفتح بقى تودي ابنك في اي مدرسه انت عايزها، فدي هتخلي المدارس اللي هي تعبانه اللي هي قاعده بقى، يعني احنا الفلوس حقنا محدش هيروح لهم، لازم تطور نفسها، فلازم تطور نفسها عشان ما تخرجش من، وهي نفس برضه سياسه الماركت ده، ان هو بيخلق منافسه ومن المنافسه بيصدر ذا بيست برودكت وذا بيست برايس. هي بيزنس بحت، لما بتلغي المنافسه الاسعار بتعلى والبرودكت قيمته الكواليتي بتاعته بتعلى. هو وافق النهارده هيعلي الفيدرال مينيمم ويج من 750 ل $10، معقول يعني دي معقول ده الفيدرال. اهو كمان لازم يدي شويه حاجات، ما تنسوش انه كمان لازم يبدا يبالانس طلباته مع طلبات الفئات الثانيه، والا هيبدا زي اوباما تاني بيعمل طلبات الفئه بتاعته بس مش الشعب الامريكي كله. هو انا اعتقد يا استاذ نبيل 90% هيبقى سبب نجاح الكونجرس الريبابليك معاه. يعني لو الريبابليك كانوا ضده، يعني قصدي امين لو الديمقراطيين هم اللي عندهم الباور في الكونجرس كانت العمليه راحت منه، يعني هو اللي هيساعده وجود الكونجرس كلهم ريبابليك معاه، فده اللي هيخليه ياخد قرارات بسرعه يبتدي ينجز. اخر كلمه قبل ما نقفل استاذ مجدي، ايه طيب يعني هل انت متفائل من وجود ترامب ولا متخوف؟ لا انا متفائل، وبعتقد ان هيبقى في تغيير للاحسن ان شاء الله، وبعتبر تجربة ترامب دي بتثبت لمجتمعات كتير ان الناس ما تعتمدش ابدا على
القنوات التلفزيونية والميديا دي سواء المسموعة أو المقروعة. وبعدين في حاجة كمان مهمة جدا، السوشيال ميديا محدش عامل حسابها خالص. السوشيال ميديا في الانتخابات اللي فاتت دي كان لها دور برضو، والنهاردة السوشيال ميديا لها دور أقوى من يعني وكالات أنباء ومحطات إخبارية وحاجات عالمية كتير مؤثرة، اللي هي فيسبوك على التويتر يعني السوشيال ميديا لها دور قوي جدا جدا في هذه الأيام، وده قلب الموازين شوية، لأن أصبحت النهاردة المجال أو مجال الإعلام اللي هو حصل فيه احتكارات وتوجهات ومصالح، لا السوشيال ميديا دي مفتوحة. بدأت قبل ما نروح للأستاذ رافض، في بس عندنا مكالمة بسرعة بقاله مدة يعني. مايك مساء الخير أستاذ مايك. ألو أستاذ مايك؟ لا يبقى خلاص نكمل بقى كلامنا. أستاذ رافض، أنا شايف أنه هيبقى نجاحه هيبقى فوق الخيال، لأنه جاي من بره الهيصة بتاعت الوايت هاوس معروفة، اللي بيبقى في كونجرس لازم يبقى رئيس، فهو جاي من بره المطبخ ده. نجاحه هيأثر على نجاح الشرق الأوسط، ووقوفه مع الرئيس السيسي، وفي تفكك بتاع الاتحاد الأوروبي دلوقتي وخروج انجلترا ولا آخره، ده هيعمل شغل كبير معاه. وقوف روسيا معاه هيساعد كتير جدا في حل مشكلة الشرق الأوسط، لأن هو مصلحة أمريكا أن روسيا تبقى معاها، لأن تخب بالك النهاردة أنت عندك أحزاب روسيا واقفة مع إيران، وإيران واقفة مع تركيا، وتركيا يعني أنت فاهم الحتة دي كلها، وفي تفاهم حتى ممكن يقضوا على كل الإرهاب اللي موجود، بس يقضوا على كل إرهاب العالم، لأن ذا مور تفكك بيحصل بين روسيا وأمريكا طبعًا. بيحصل تفكك في العالم وبيزيد الإرهاب. هو النهاردة داعش جت من إيه؟ ما داعش جت عشان التفكك ده. النهاردة لو أمريكا قاعدة تقضي على داعش الفترة اللي فاتت، وأوباما عايز يعمل حاجة، وهو مصمم على إنه لازم هيتم ده، ما هو ده أزر واحد هيجي يضربوه تاني. هنا عارفين إن هو حتى كان حد لفت انتظاري إن هو المرشح الوحيد اللي قال على ذبح المسيحيين من على ايادي داعش، وازاي ان احنا سايبينهم يحصل لهم كذا وبيعمل كده، فواضح ان هو هيكون له دور كبير لازم في الموضوع. استاذ اديب، يعني ربنا حط ترامب وربنا هيكون معاه، واحنا برضو لازم نصلي انه ربنا يديله حكمه وينفذ مشيئه ربنا ان شاء الله. وزي ما انت يعني قلت ان هو هيدافع عن المسيحيه في العالم كله، في العالم كله بالظبط. وهو قالها بزوية، قال انا اللي هدافع عنهم، لانه محدش بيدافع عنهم خالص. اي هوب ان احنا نكون اعطيناكم او قدمناكم ثلاث ساعات من الفرحه ومن الامل. وصلوا من اجل الرئيس ترامب، صلوا من اجلنا، صلوا من اجل قناه لوجوس، واشوفكم بخير ان شاء الله في الحلقه القادمه. تصبحوا على خير. Wow.